احنا الكوبري الجديد بتاعنا دوت هو اسمه بيم جريد بليت جيردر بريدج، بيتكون من كذا مين جيردر، وكان فكرة الكوبري ان احنا يبقى عندنا كذا مين جيردر متقاطعة مع كروس جيردر علشان نحصل على حاجة اسمها البيم جريد، شبه البانلد بيمز في الخرسانة، بحيث ان لو في اي حمل بيأثر على كاميرا جوه هنا، مش الكروس جيردر شايلها لوحدها از سيمبل ودي تشيله از سيمبل هكذا زي ما عملنا في البليت جيردر، لا كل اليمنت هيشتغل مع بعضه از جريد اكشن وكله يتحرك مع بعض. يعني لو دي عايزه تنزل دلتا، دي هتحاول تمنعها، دي هتحاول تمنعها، ففي الاخر تلاقي ان مثلا لو عندك 1 طن، الاوتر بيم دي هتشيل نسبه من الواحد، الانر بيم دول هيشيلوا، واللي بعيده دي هتشيل. طبعا اكيد برضو اللي جوه هيبقوا شايلين اكتر لان الحمل هيبقى قريب منهم اللي بعيد، بس الفكره كلها ان ال1 طن ما بيتقسمش على اقرب 2 مين جيردرز، لا هيتقسم على كل المين جيردرز اللي عندك في الكوبري. طيب هنعرف الكلام ده امتى؟ لما تلاقي الدكتور كاتب لك فوق في راس السؤال كده قايل لك يوزنج انفاينايت ريجيد كروس جيردرز، يعني تمام. دي نقطه مهمه جدا عشان ان لما يقول لك فوق في راس السؤال كروس جيردرز اللي عندها ريجيد عاليه، فنقدر نقول ان هي تقدر توزع الحمل. طبعا كل ما تكون الكروس جيردر ديت الانيرشيا بتاعتها بسيطه او صغيره مش هتقدر توزع الحمل، فتقدر تقول ان الاحمال كلها شبه البليك جيردر كلها سيمبل، فتقعد تحل كل كاميرا از سيمبل، تمام. ودي يمكن هتبان معانا، يعني هي حته اللودز دي هتبان معانا وبتعمل لكم لخبطه، لان انتوا بتفتكروا تيجي مطلوب الشيت الثاني بتاع الانفلونس لاين تقعد تعمله، وبعد كده تيجي تصمم البليت جردر في تالت واحده تلاقيك عملت حاجه مختلفه، لان انت في حاجه ملخبطاكوا شويه، ان المحاضره ممكن يكون السيرفد اكزامبل هو اللي لخبطكوا في النقطه دي، فاحنا هنتكلم عن النقطه دي. كده كده زي ما احنا قلنا في فيديو ريكوردد لجزء الاحمال ده، ازاي تحسب الاحمال على المين جردر بتاعتك سواء انر او سواء اوتر. الطريقه ديت بنتكلم فيها لما يكون عندك القمر ريجيد الكروس جيردر، ففي الحاله ديت الاحمال زي ما احنا قلنا هتتوزع بالتساوي. فحتى ده السكرين شوتس اللي متاخده من الريكوردد فيديو، هو الفيديو مش كبير، حتى الفيديو مدته نص ساعه، فانتوا حته الاحمال بس هنسمعها من الفيديو ده. هنكمل احنا بقى على الجديد، هنكمل ان احنا خلاص معانا المومنت، معانا الديد ومعانا المومنت اللايف، وعايزين نحسب الستريننج اكشن على نبتدي قصدي نعمل ديزاين للكومبوزيت سيكشن بتاعنا. طيب نقطه مهمه في الشيت، الدكتور مسهل الدنيا شويه، ولما انت تيجي تدرس بقى وتعرف الانفلونس، يعني انت في الفيديو هتلاقي يقول لك خد شريحه عموديه، فعلى حسب عدد المين جيردرز اللي انت رسمتهم في اللي اوت طبقا للبنش نمبر بتاعك هتشوف انت رسمت كام مين جيردر، وهتبتدي تعمل انفلونس لاين لكل مين جيردر من دول. فهتكتشف مثلا لو احنا عايزين نعمل انفلونس لاين للمين جيردر دي، هتلاقي مثلا شكلها عامل كده خط مثلا وبيقطع فوق بالشكل ده، وبعد كده بنبتدي نحط الاحمال. طبعا الاحمال احنا عارفينها، العربيه العربيه ال 60 والعربيه ال 40 والعربيه ال 20 طن. فكنا بنشوف مثلا نوقف العربيات بحيث ان احنا نحصل على اعلى رياكشن لي تشتغل بيها على المين جيردر. يعني الدكتور مثلا طلب المين جيردر دي، فانت خلاص هترسم انفلونس لاين للمين جيردر دي، فانت عايز تعرف بعد شويه لما نيجي نحل المين جيردر دي هي تحس ازاي بالعربيات، هتحس بحملين كونسنتريتد ومعاهم الديستريبيوتد لود اللي هو الدبليو ايكويفلنت. فاحنا بنبقى عايزين ناخد شريحتين، مره نجيب بيها الدبليو ومره نجيب بيها البي ايكويفلنت. فكنا بنعمل ايه في الكوبري العادي؟ الكوبري العادي بتاعنا كان عباره عن تو سبورتس اللي هم كروس جيردر يمين وكروس جيردر شمال، فكنت بتوقف العربيات بالترتيب، توقف العربيه ال 60 وبعد كده العربيه ال 40 وبعد كده العربيه ال 20، ولو كفت يبقى كويس، ما كفتش حتى كنا بنستبعدها، وكل واحد تحط لها اليونيفورم لود بتاعها. ده مثلا لو الكوبري ديك، طبعا لو الكوبري بني لازم نرحل الجزء بتاع الرصيف، ما ينفعش نوقف العربيه بالشكل ده لان العربيه كده هي واقفه فوق الرصيف. طب انا عندي الكوبري بقى بين جريد بقى كذا مين جيردر، فخلاص انت هترسم انفلونس لاين للمين جيردر اللي انت عايز تصمم لها، هي دي اللي عايزين نحسب عليها الاحمال. هيطلع مثلا بالشكل الدوتد لاين اللي انا رسمه ده، او حتى ممكن ندوس عليه شويه يبقى سوليد لاين، مفيش مشكله. هتيجي عايز توقف الاحمال، خلاص انت دلوقتي عايز تجيب اكبر قيمه بي ايكويفلنت وده بي ايكويفلنت، خلاص يبقى انا من مصلحتي ابتدي اوقف العربيه بتاعتي من بعد السبورت دوت بنص متر، لان الكوبري عندنا هنا في البين جريد هو ديك بريدج، فهتبعد نص متر من السبورت وتوقف العربيه الكبيره اللي هي ال 60،
زي ما تيجي، وبعد كده تبدأ تحط العربية ايه الـ40 زي ما تيجي، وبعد كده تحط العربية الخامسة اللي هي الـ20 طن. ممكن العربية التالتة ديت هتلاقيها كفت جوه الكوبري، بس ممكن تلاقي ان الرياكشن بتاعها دوت جه في انفلونس لاين بالبوستيف وديت جت في الانفلونس لاين بالنيجاتيف. في الحالة ديت الأحسن نستبعد العربية دي. يعني لو انت حصل عندك كيس جيت توقف العربية بتاعتك التالتة ديت، لقيت ان نصها هيبقى في البوستيف والنص التاني هيطلع في النيجاتيف، خلاص هي كده كده مكفية في الكوبري. يعني انت هتلاقي الكوبري ده مثلا ممكن العرض بتاعه حتى لو 12 متر فهي المفروض تكفي. بس احنا هنستبعدها ليه هنا؟ لان احنا لو حطيناها هتقلل لنا قيمة البي ايكويفلنت ده. لما تيجي تحسب البي ايكويفلنت ده هتقول ايه؟ ال 15 في الدروب ده زائد ال 15 في الدروب ده زائد ال 10 في ده في ده، الخمسة ده هتاخده بالبوستيف، الخمسة التانية هتاخدها بالنيجاتيف. فملهاش لازمة ان احنا ناخد حاجة بالنيجاتيف تطرح لنا القيم، فاحنا هنستبعد العربية دي خالص من الحل ده. وهتلاقوا دوت في المحاضرة الأولانية في سولفت اكزامبل الدكتور يمكن عامله بالأرقام لكاميرا حتى، دوت ده أحسن حاجة تحل. يعني أنت عايز تذاكر الجزئية دي ذاكر الدرس اسمع الفيديو وبعد كده طبق على الفيديو، طبق على السولفت اكزامبل ده تمام. هتلاقي استبعد العربية الخامسة لأن العربية الخامسة ديت هتطرح له القيمة. طيب وبالنسبة لليونيفورم، خلاص اليونيفورم سهل، أنت عرفت العربيات كل واحد حط له اليونيفورم لود بتاعه ده البوينت 9 ده القيمة بتاعته بتبقى ربع، وبقية الكوبري هتفضل محمل الربع بقى لحد الحتة اللي هيحصل فيها الشيفت المثلث بتاعك هيقلب. طيب الكانتليفر، لا الكانتليفر على حسب، لو هو أكبر من متر ونص بتبقى دي قيمتها نص، لو هو أكبر أصغر من متر ونص خلاص بناخده بقيمة الربع تمام. فالأحمال حساباتها مش وفي فيديو زي ما بقول لك بيلخص الجزئية ديت، ويمكن الشيت طالب اسهل من كده. الشيت بقى طالب ايه؟ الشيت بيقول لك اسيوم اون ويت، يعني اسيوم ان اللايف لود ده كله، سيبك من العربيه ال 60 ولا العربيه ال 20 ولا ال 40، لا خد الدبليو لايف لود ده تقريبا بواحد طن على المتر سكوير. يعني ايه؟ مش عايزين العربيات ديت توقف وتشيل والكلام ده، لا عايزين اسهل بكتير. انك لو احنا عندنا ده حتى الانفلونس لاين انا كنت بشرح عليه، من تعالى نجيبه هنا كده تحت اهو ده كده. والدكتور قال لك ان جيفن ذات ان اللايف لود قيمته 1 طن على متر سكوير، وانت رسمت الانفلونس لاين طبعا ديت كانت كان في هنا سبورت بتاع المين جيردر هم بس ممسوحين، وهنا هم واحده هنا وواحده هنا بالشكل ده، ده كان شكل الكوبري بتاعنا. وانت رسمت انفلونس لاين ليه مثلا الاوتر او الانر، كانت ديت غالبا الانفلونس لاين بتاعت الكاميرا دي، وعايز تجيب السترينينج اكشن اللي عليها الماكسيم عشان تشتغل. دلوقتي الدكتور سهلها لك، قال لك اللايف لود هو 1 طن على المتر سكوير، فانت خلاص عارف ان الكاميرا ديت في الاخر هتحس بديستريبيوتد لود لوحده. طب قيمه الدبليو دي كام؟ عن طريق بقى ايه الانفلونس لاين دوت، طبعا دي دبليو ومفروض تتضرب في اريا علشان نعكسها ونجيب الرياكشن ده اللي هو هيتعكس على الكاميرا بتاعتنا كيونيفورم لود. طيب اجي احمل ازاي؟ خلاص هتيجي تحمل المثلث البوستيف بس هو اللي هتحمله بالواحد طن على المتر سكوير. خلاص تضرب الواحد في قرية المثلث ده تجيب قيمة الدبليو تعكسها على الكاميرا المين جيردر بتاعتك اللي انت عايز تصممها، وانت اوريدي معاك اللينس بتاعها فتقدر تقول ان هو دبليو ال سكوير على الثمانية تمام؟ فهي الفكرة اسهل بكتير. يمكن في الشيت مش هنقعد نوقف العربية 60، بس انت طبعا يفضل انك وانت بتذاكر تعتبر العربيه ال 60 وال 40 لان هي ديت الكيس الاصعب عندنا تمام. فمرحله اللودز مرحله سهله مش صعبه عندنا، المرحله ابسط بكتير من كوبري البليك جيردر. اهم حاجه ان انت تشتغل بالشكل اللي قدامك ده، وانت تعمل انفلونس لاين بالشكل ده لما الدكتور يقول لك ان هو بيم جريد، وتاني حاجه ان الكروس جيردرز عندها هاي او انفاينايت ريجيد تمام، وهوريها لكم دلوقتي من المحاضره تمام. ده كده بالنسبه لحسابات اللودز. الجزئيه الثانيه اللي عندنا بقى في السكشن ازاي اصمم كاميرا كومبوزيت سكشن. زي ما انتم شفتوا كده من المحاضره القطاع بتاعنا بيبقى عباره عن انسيمتريك، يعني اول حاجه واحنا بنعمل شويس اوف سكشن الشكل الاوت بوت بتاعنا بتاع القطاع هيبقى كده، هيبقى الفلانج اللي فوق صغيره وعندك الويب والدبس الفلانج بعد كده اللي تحت التنشن هتلاقيها اكبر. طيب ده سببه ايه وازاي اعمل استيميت للكلام ده؟ هنلاقي طريقه اكيد طريقه ابروكسيمت ويمكن متوضحه كويس في المحاضره، بس ايه الفكره من هنا؟ الفكره من هنا لما احنا نقول ان القطاع بتاعنا ده اسمه كومبوزيت سيكشن، ان احنا عندنا البلاطه الخرسانه هتشتغل معانا. طب انا البلاطه الخرسانه موقعها فين من الكوبري؟ هي فوق هنا، مش احنا راسمين البلاطه الخرسانه فوق
كل مين جردر بالشكل ده. خلاص انا هعتبر ايه؟ انا هعتبر ان لو انا عندي مومنت، طبعا الكاميرات كلها عندنا سيمبل بيم، فالمومنت التنشن فوق تحت والكمبريشن هو اللي فوق. فانا هعمل ايه؟ انا التنشن تحت خلاص مفيش الا الستيل، فالشيل الستيل هيشيله، اما اللي فوق الكمبريشن انا خلاص انا هستغل الخرسانه دي ان هي تشتغل معايا وتشيل كومبريشن، كده كده الخرسانه اقوى في الكومبريشن، فانا كده عملت لها ميزه كمان ان انا ابتدي اصغر الستيل بتاعي، بحيث ان انا دلوقتي لو عندي مثلا 100 طن از كومبريشن فورس، الخرسانه تشيل نسبه والفلانجه تشيل نسبه، فعشان كده هتلاقي ان احنا حصل لنا ريدكشن في الكومبريشن فلانج، فعشان كده الكومبريشن فلانج صغرت عندنا. طيب الكومبوزيت سيكشن دوت فكرته كلها ان احنا عندنا دلوقتي عايزين نشيك على القطاع بتاعنا دوت على كذا نقطه، عايزين نشيك على ابعد نقطه تحت اللي هي في التنشن فلانج، لان القطاع دلوقتي بقى انسيمتريك سيكشن، فانت ممكن تلاقي السي جي مترحل لفوق، فده السي جي اترحل لفوق، فالستريس تحت على الستيل ممكن يكون اعلى من الستريس اللي على الستيل اللي فوق. فاحنا في الاخر الاوتبوت بتاعنا عايزين نعمل ايه؟ نشيك على البوينت اللي عند ابعد نقطه من تحت اللي هي اللور فلانج اللي هي التنشن بالنسبه لنا، وبرده اعلى نقطه في الستيل، ما ممكن يكون الستيل انسيف جوه هنا، فلازم اشيك على النقطه رقم 2. وبعد كده لازم اشيك كمان على الكونكريت، الكونكريت اعلى نقطه ان هي تقدر تستحمل الكمبريشن، ما ممكن اجيب عليها كومبريشن بس اعدي الليميت بتاعنا. فهتلاقوا عندنا في الكومبوزيت سيكشن ان هم بقوا ثلاث نقط، نقطه تحت ونقطتين في الستيل سيكشن، لان الستيل عندنا هنا بقى مش سيمتريك، فما نقدرش نقول ان واحد تغني عن اثنين او اثنين تغني عن واحد. والنقطه الثالثه اللي زادت ان احنا هنشيك هنا على الكونكريت بتاعنا. طيب مشكله القطاع ده ان انا عندي حاجتين، عندي خرسانه وعندي ستيل. طب انا الماده بتاعتي اسمها ستيل، طب انا هعمل ايه في الخرسانه ديت وانا بشتغل بيها؟ ما انا لازم احولها لستيل علشان اعرف اتعامل معاها. فعشان كده هيظهر عندنا حاجه اسمها المودولار ريشيو، حاجه اسمها الان، الان ديت هو فاكتور بيحول الخرسانه لستيل. فحتى تلاقي ليه حسبه كده والدكتور مديك الابعاد بتاعته، يمكن انا ممكن اروح اشوف اخد برنت سكرين للتيبل من المحاضره. فين البرنت سكرين؟ اهو. ده الجدول دوت بيقول لك اللي على فكره الجدول ده انت ممكن تحسبه، مش شرط يعني الدكتور يديك جيفن، هو لو اداك الاف سي يو بتاعت الخرسانه كده كده الاي ستيل ثابته، يعني الان دوت هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاي ستيل على الاي كونكريت، عايزين نحول الخرسانه لستيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الاي ستيل عندنا ثابته ب 2100، دي ما فيهاش اي مشكله، دي رقم فاليو ثابته، حتى ستيل 37 زي 44 زي 52. الفكره كلها في الاي كونكريت، طبعا انتوا عارفين ان الكونكريت فيه اف سي 25 30 40 45 35، فانت عارف طبعا ان الاي كونكريت بتساوي 4400 جذر الاف سي يو، فتقدر تحسب الاي كونكريت وتقسم الرقم ده على ده يطلع لك المودولار ريشيو اللي هي عندنا الان. غالبا الديفولت هتلاقي ان اكتر مودولار ريشيو اللي الناس شغاله بيها هي 8، يعني هو في الامتحان الدكتور هيديها لك جيفن، لو ما ادالكش جيفن فانت ممكن تعمل لها اسيوم من 8 او وزن رينج التسعة، ممكن ما بين الثمانية والتسعة لو ما كانش في معلومات عندك. لو انت معاك معلومات، لو اداك الاف سي يو فانت خلاص بدل معاك الاف سي يو تعرف تحسب الاي كونكريت، فتقدر تحسب المودولر ان تقسم الاي ستيل على الاي كونكريت بتاعتك. تمام. ففكره المودولر ريشيو ظهرت عندنا ليه؟ علشان انا اقدر بعد شويه لما اجي احسب الانرشيا للقطاع ده، ما ينفعش اجي اقول انرشيا القطاع ده هي الاي ستيل زائد الاي كونكريت، لا انا هتحايل على الموضوع، هقوم قاسم الاي كونكريت ديت على الان بتاعتي علشان اقدر اتعامل معاها ان هي كستيل، يعني هنحول الخرسانه ديت لحاجه كده تصوريه فيرشوال شويه ان هي بقت ستيل معانا عشان نقدر نشيك في القطاع في الاخر عليه صح. تمام. ولما احسب السي جي يبقى صح، ولما احسب كل حاجه تبقى صح. تمام. فدي حاجه من الحاجات الجديده اللي ظهرت عندنا في الدرس، حاجه اسمها المودرن ريشيو، وده سببها ان احنا محتاجين نخلي القطاع دوت يا اما كله كونكريت يا اما كله ستيل. تمام. وزي ما حصل لو انتوا فاكرين برضو اكيد في كورس كونكريت ان انتوا خدتوا في الفيرست برنسبل، كنا بنشيل اريا، كان بقى بيحصل العكس هناك، كان احنا بنحول الستيل لكونكريت، كان بيشيل التسليح خالص اللي في التنشن تحت ويعبر عنه يضربه، برضو كان في مودولار ريشيو لو انتوا فاكرينها لو رجعت لها، وكنتوا بتحولوا ساعتها بقى الستيل للخرسانه، لان انت في الاخر الماده بتاعتك كانت ساعتها خرسانه. لا احنا النهارده العكس، احنا هنحول الخرسانه بتاعتنا ليه ستيل عشان احنا في الاخر عايزين نشيك على الستيل بتاعنا.
تمام. طيب يبقى احنا عندنا القطاع بتاعنا هيبقى بالشكل ده. الشكل ده طبعا متعب شويه، هو في الاخر لما تيجي تشيك على نقطه رقم واحد فهي المفروض ما تعديش الليمت بتاعنا اللي هو 5 اف فيلد، اللي هو 5 ار بي جي في الاف فيلد بتاعنا طبعا عشان ده تنشن. طب نقطه رقم اتنين، نقطه رقم اتنين دي كانت في الكومبريشن سايد، فكنا بنشوف هل هي لاترالي بريزد ولا في بلاطه خرسانه ولا ما فيش. طبعا زي واضح من الشكل بتاعنا ان الكوبري بتاعنا ده هيفضل طول عمره ديك بريدج، فالنقطه رقم اتنين ديت على طول هتبقى فيها ار سي سلاب، فعلى طول تقدر تقول ان هي على طول ايه مفيش ال تي بي هتظهر ولا اللوكال فلانج بيندنج اللي كنا بنحسبه، فتقدر تقول برضو هي فاي في ار بي جي في اف فيل. يمكن في مرحله من المرحله في الكونستراكشن هيبقى الخرسانه دي لسه مش موجوده، فدي طبعا هيبقى في تشيك كده زياده على المرحله ديت. بس عموما كقطاع كتوتال في الاخر نقطه رقم اتنين الالاوبل بتاعها هو برضو فاي في ار بي جي في ايه في اف فيل. طب الخرسانه، لا الخرسانه طبعا فانكشن في طبعا مش احنا اللي بنعمل لها التشيك، مفروض الكونكريت، بس احنا هنعمل كده عليها تشيك تقريبا ان هي ما تعديش البوينت 1 طن على السنتيمتر سكوير. تمام. طبعا الكومبريشن بتاعها المفروض نشيك عليها طبقا لان دي بقت خرسانه، المفروض لما نيجي نشيك على الخرسانه بقى نلتزم بالكود الخرسان. تمام. واهم حاجه ان الخرسانه دي ما يجيش عليها تنشن، يعني السي جي بتاعك دوت طول ما هو تحت يبقى انت كده ضامن ان هي عليها كومبريشن، ما ينفعش حد يجي يحسب السي جي، اكيد بيبقى عندك غلطه في الكيس دي، الاقي السي جي بتاعك جه في الخرسانه. واضح ان لو جه السي جي فيها معناها كده ان الخرسانه هيبقى فيها حته عليها تنشن فكده تشرخ، فتقدرش تقول ان هي تشتغل بالعرض ده كله. تمام. طيب احنا هنعمل ايه في السكشن؟ احنا بقى هنشوف ازاي نصمم ونطلع ابعاد الكروس سكشن قدامنا ده. الكروس سكشن دوت الاتش ويب والتي ويب هنلاقي ابعادهم سهل ما فيهاش مشكله، دي بنعمل لها اسيوم ان احنا عندنا الدبس بتاع القطاع دوت المفروض يبقى من على 12 من 16 ل 24 وبتطرح منه قريه الخرسانه والكلام ده، وهيوضح الكلام ده بعد شويه. بعد كده لما نقسم المومنت على الدبس عشان نجيب قريه الفلانج هنعمل في هنوفر شويه في الفلانج الفوقانيه. ليه؟ لان انا ما عندي دلوقتي هعتمد ان الكومبريشن هيشيل معايا الخرسانه شويه، فهتلاقينا بنضرب في ريدكشن فاكتور كده علشان التوفير اللي احنا هنخلي الكومبريشن يروح شويه حبه منه على الخرسانه. طيب بعد كده الخرسانه، الخرسانه ديت انت اهم حاجه مش هنصممها، احنا الدكتور هيديك التي اس بتاعتها في الامتحان الدبس بتاعها قد ايه، انت بس الحاجه الوحيده اللي تبقى مطالب تحددها هو عرض البلاطه الخرسانه اللي شغاله معاك، العرض ده قد ايه بالظبط. العرض دوت ليهم بنحسب 3 بي مينيمم وبناخد الاقل في الاخر، فدي سهله برضو مش صعبه. طيب الدرس ده مشكلته في ايه؟ مشكلته في حسابات البروجريسيف اريا، لان انتوا للاسف بيبقى عندكم مشكله السرعه الوقت، فتقعد تغلط في الحسابات بتاعت الانيرشيا، فتلاقي الانيرشيا طلعت غلط فتقسم على واي بار غلط، لان انت برضو قبل ما تحسب الانيرشيا محتاج تجيب سي جي بتاع القطاع ده فين؟ ممكن تغلط اصلا في مرحله السي جي، فطبعا لو مرحله السي جي غلط والانيرشيا غلط تيجي تشيك ستريس تلاقي الارقام مش مظبوطه، فدي اوحش حاجه بتضايقكم في الدرس ده. غير كده الدرس مش صعب ولا حاجه، ويمكن هنشوف السولفد اكزامبل دلوقتي وهنشوف هل فعلا هو في معلومه جديده، هنلاقي ما فيهوش ولا معلومه جديده، هي الفكره كلها ازاي تحسب بروجرس اوف اريا عندك. تمام. طيب قبل ما نتكلم على نبص على السولفد اكزامبل عايز اوضح برده حاجه من الاساسيات اللي هنشوفها بعد شويه، ان احنا عندنا طريقتين من تنفيذ الكلام دوت، ودي بتبقى متحدده في السؤال، يعني الدكتور في الامتحان هيقول لك صممها از ان شورت، وممكن يقول لك صممها از اشورد بيم. ده ايه شورد وان شورد؟ ده طريقه تنفيذ الكاميرا ديت، الكاميرا ديت طريقه تنفيذها بيغير طريقه التشيك وطريقه نقل الاحمال ليها. احنا عندنا في الاول ايه الاحمال اللي عندنا قبل ما نتكلم على الطريقتين؟ احنا عندنا زي ما احنا شفنا كده عندنا اول حاجه في بلاطه خرسانه اللي هي تي اس في الجاما سي، عندنا الفلور كفر اللي هيتحط طريق الاسفلت والحاجات بتاعته، عندنا الاون ويت بتاع الستيل بتاعنا زائد البريسنج زائد اي حاجه اون ويت ستيل بريسنج كاميرات وزن الكاميرا كل حاجه ده يندرج تحت الاون ويت بتاع الستيل. اخر حاجه عندنا اللايف لود اللي هو العربيات اللي هتمشي على الطريق ده. تمام. فعندنا ثلاث انواع او اربع انواع من الاحمال، لازم تبقى متخيل على طول الاحمال دي هتتنقل ازاي، يعني حتى وانت بتحسب، يعني انت بتحسب المساله ديت وانت بتحسب اللودز يفضل تحسب المومنت بتاع الخرسانه ده حتى تسميه مثلا بتاع تي اس والجاما سي لوحده، الام بتاع الكفر دوت حتى تسميه مومنت لوحده تفصله لوحده،
والمومنت بتاع اي حاجه ستيل او وزن الستيل ستراكشر بتاعك دوت لوحده، واللايف لود ده لوحده. ليه؟ لان لو انت عامله شورد المومنت ده بيتنقل بطريقه، لو انت عامله بان شورد هيتنقل بطريقه تانية مختلفه. طيب الشورد سهل ما فيهوش حاجه، يعني الشورد يعني انك بتستخدم شده تحت الكوبري، الان شورد ما بتستخدمش شده تحت الكوبري. طيب خلينا نتكلم في الاول حاجه في الان شورد. لو احنا عندنا الكوبري بتاعنا ان شورد، الراجل اللي هو بينفذه هينفذه ان شورد. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا عندك كوبري، ده العمود الخرسانه الاكزيستنج موجود في السايت، وفي عمود تاني خرسانه الناحيه التانيه، ودي باكي قطع الطريق، لان غالبا الباكي زي ما احنا انتوا بتشوفوا كده، الباكي اللي قطع الطريق هي اللي بتبقى ستيل في الكوبري بتاعنا، والعربيات ماشيه هنا، وده طريق حيوي ما ينفعش اعمل هنا شده واقفل الطريق. يعني انا ما ينفعش اجيب هنا كده شده واحط اعمده تمبرري واحط الشده بتاعتي والراجل ايه يثبت الكوبري وما اشيلش الشده دي الا لما الكوبري يمسك نفسه. لا احنا ما عندناش الكيس دي، فبنضطر نعمل ايه؟ فبنضطر ان احنا نجيب الكاميرات الستيل اللي هي شايفينها بقى ديت، المين بيم ديت والمين بيم ديت والمين بيم ديت، نحطهم لوحدهم الاول. فاحنا لما نحطهم لوحدهم هيجي كده الراجل يركب الستيل لوحده، يرفع كاميرات الستيل ويركبها فوق الكوبري هنا هنا. دي طبعا بالونش مش هيحتاج يقفل الطريق ولا حاجه، بس ممكن عشان السيفتي والعربيات ماشيه ممكن يقفل الطريق ربع ساعه نص ساعه عبال ما الونش يرفع، او يعملها في وقت يكون الطريق مش عليه عربيات كتيره، يعني يقدر يسيطر على الناس اللي ماشيه تحت. تمام، يقوم رافع كل المين جيردرز بتاعته. طيب في المرحله ديت الكاميرا الستيل حاسه بايه؟ الكاميرا الستيل دلوقتي المومنت اللي عليها هو المومنت بتاع الستيل، ان هو شايله وزن الكوبري، يعني اللي هو الستيل بس بتاعنا، لان هي بس القطاع اللي هو مين اللي هيشيل المومنت ستيل ده في المرحله دي؟ هو الاي ستيل بتاعنا، اللي هو القطاع اللي هيبقى بالشكل ده، لان احنا لما هنرفعها تبقى بالشكل ده موجوده كده فعلا. طيب هل في خطر في المرحله دي؟ اه في خطر. ايه هي الخطر؟ ان احنا دلوقتي مفيش بلاطه خرسانه. طيب حاجه ماسكه الكومبريشن فلانج؟ لا مفيش حاجه ماسكه الكومبريشن فلانج، فانت عندك طول هيحصل فيه ايه؟ لاترال تورشن باكلينج. فكمان اه هو المومنت قل، بس الـ عندك هنا كيس فيها ال تي بي، فممكن الالاول بتاع ال تي بي يقل، لان كمان خلي بالك ان الفلانج عاملها عرضها صغير، فانت اكيد هيبقى الكيس ان يحصل ال تي بي دي كيس كريتيكال جدا. فالمفروض ان احنا نعمل تشيك على المرحله دي. هتيجي تقولي طب استنى قبل ما تعمل مرحله على التشيك دي، طب هو ممكن يكون في حاجه اسوأ من كده، ان يكون الراجل جاب الشده بتاعته او جاب الصاج بتاعه حطه كمان فوق الكاميرا، ما هو لسه عايز يصب بعد كده، هيجي يحط الصاج بتاعه ايه فوق الكاميرا بالشكل ده، وبعد كده لسه الخرسانه ما مسكتش نفسها ولسه بيصبها وصب كمان الطبقه بتاعت الخرسانه بتاعتك دي. تمام، طب ما لسه برضو الستيل هو اللي شغال لوحده، لان برضو لسه الخرسانه ما اشتغلتش معانا، فمش اسمه كومبوزيت، ده بالعكس ده هي الخرسانه بالنسبه للستيل دلوقتي هي ان هي حمل. يبقى خلاص، يبقى احنا عندنا في مرحله الانشورد دي للاسف في مرحله هيبقى وزن الخرسانه والوزن بتاع الستيل ستراكشر هيبقى مين اللي شايله؟ شايله قطاع الستيل لوحده، يعني الستيل لوحده كده هو اللي شايل الكلام ده، لان لسه الخرسانه ما اشتغلتش ولسه الكومبوزيت اكشن اللي احنا عاملينها ما اشتغلش 100%، فانا ما اقدرش اقول ان المومنت دوت هيشال بالكومبوزيت سيكشن. فانا حتى وانا بعمل التشيك لازم اخلي بالي ان الام بتاعت الستيل زائد الام بتاعت الخرسانه هتلاقينا بنقسمها على الانيرشيا بتاعت الستيل. ليه قسمناها على انيرشيا الستيل؟ لان المرحله ديت فعلا هتكون لسه البلاطه ما شكتش ولسه ما حصلش الخرسانه ما مسكتش نفسها، فنقدرش نقول ان هو شغال كومبوزيت اكشن. طيب بعد كده يومين ثلاثه المعالجه اسبوع بالكثير هتلاقي الكوبري ده خلاص بقى الخرسانه والستيل بقى ورك از وان بارت، فنقدر نقول ان المرحله دي بقت كومبوزيت. هتلاقي بعد كده بدا يحط طبقه الاسفلت، وبعد كده مرحله التشغيل بتاعت الكوبري العربيات ماشيه، فالمومنت بتاع اللايف لود والمومنت بتاع الكفر اللي هو الفلور كفر الاثنين دول مين اللي مين اللي هيعمل لهم ريزيست؟ القطاع الكومبوزيت سيكشن بقى. يبقى انتوا هتلاقونا ليه بنحسب بروجريسيف اريا كتيره؟ احنا هنعمل الكيس دي، يبقى انا محتاج احسب الواي بتاعتي والاي اكس والاي واي بتاع البروجريسيف بتاعت القطاع الستيل لوحده، لان انا هشيك على المرحله دي. زائد بعد كده المرحله ديت للاسف مش هيبقى شغال، لا هيبقى البلاطه الخرسانه موجوده، فانا محتاج احسب انيرشيا جديده واي سي جي جديده للكوبري علشان اشيك على الكفر والام لايف لود بتاعتي. تمام، فهتلاقوا في الانشورد عندنا
بيحصل مرحلتين. طبعا احنا مش هنقعد نفصلهم في الامتحان، انت هتلاقينا بنجمع الاستريس ده زائد الاستريس ده زائد الاستريس ده، المهم ان التوتال في الاخر ما يقلش عن الرقم اللي احنا قلنا عليه اللي هو فاي في ار بي جي في اف فيلد، سواء في الستيل وفي الخرسانه ما يقلش تقريبا عن 0.1 طن سنتيمتر سكوير. تمام. طيب في نقطه كمان مهمه بالنسبه لنا، ان في حاجه اسمها الشورد، الانشورد والشورد. احنا دلوقتي بنتعامل مع اتنين ماتيريال مختلفين، خرسانه مع ستيل. تمام. احنا عندنا الخرسانه بنقوم عن نتيجه ان بيحصل حاجه اسمها تاثير انتقاء خدتوه في الماتيريال اسمه الكريب. الكريب دوت بيضعف الخرسانه شويه وما بيخليهاش تتحرك از وان بار. طبعا انتوا عشان البتاع ده يبقى كومبوزيت المفروض لما الفلانجه يحصل لها ديفليكشن كده الاقي الخرسانه ما بتتحركش معاه وتفضل محافظه على نفس الديفورميشن. يعني لما الكاميرا تتشكل نتيجه المومنت بالشكل ده الاقي الخرسانه نفسها اتشكلت، ما ينفعش واحد يسيب التاني لان هو بقى قطاع اسمه كومبوزيت. فطبعا نتيجه موضوع الكريب دوت، الكريب ده للاسف لو انتوا فاكرين بيحصل للاحمال الثابته. مين الاحمال الثابته عندنا على الكوبري؟ هي الاحمال الديد لود. فهتلاقينا على طول بناخد تاثير الكريب دوت في الديد لود. فاي مومنت جاي نتيجه الاحمال الديد لود هتلاقينا واحنا بنقسمه طبعا على الاي بتاعت الكومبوزيت. يعني طبعا الام فلور كفر ده لما نيجي نشيك عليه هنيجي نقول هو ام في واي على اي، صح؟ طيب الاي ديت بتاعت ايه؟ الانيرشيا ديت بتاعت الكومبوزيت بس، كمان ايه مش بتاعت الكومبوزيت لو هو ان واحده، لا هتلاقي بنكتب جنبها اي بتاعت 3 ان. ليه؟ بنضعف الخرسانه 3 مرات عن الان بتاعتها العاديه اللي هو المودولار ريشيو، المفروض الفرق هو ان، لا احنا هنضعفها اكتر نخليها 3 ان. طيب الحاجات ديت لمين؟ للحاجات اللي هي ديد لود بس. زي مين هنا؟ يعني الكوبري بتاعنا دوت مين اللي هيشتغل كومبوزيت وهيبقى منقول؟ هو الفلور كفر. الفلور كفر ده هينطرق هيتنقل عن طريق الكومبوزيت اكشن. فنخلي بالنا واحنا بنقسم على الانيرشيا لما نقول ام في واي على اي، الاي دي بتبقى بتاعت الكومبوزيت وثاني حاجه تبقى بتاعت 3 ان. طيب اللايف لود؟ لا اللايف لود ده هيتنقل عن طريق الكومبوزيت برضه، بس لما نيجي نقول ام في واي على اي، الاي تحت ديت هتبقى للكومبوزيت سيكشن بس، ايه ما في غير الريدكشن بتاع الكريب اللي احنا هناخده هنا، لان اللايف لود ده مش حمل ثابت، فموضوع الكريب هنا مش هيأثر على الكونتاكت ما بين التو سيرفيس عندنا. يبقى دي نخلي بالنا من حاجه، يعني انت على طول كده لما نيجي نكتب الفورمولا بعد شويه افتكر على طول ان الديد لود بيتقسم على الانيرشيا بتاعت الكومبوزيت بتبقى مضروبه في 3 ان، اما اللايف لود لا ما بيبقاش فيه تاثير الكريب فبناخدش الكلام ده فبنقسمه على ان على طول. تمام. طيب بالنسبه للشورد، الشورد اسهل بكتير. الشورد خلاص ده كوبري معمول في صحراء ولسه الطريق ما اتفتحش، فانا ممكن في الحاله ديت اعمل ايه؟ لا انا عندي العمود اهو وده العمود وعايز اركب الكوبري بتاعي وما عنديش مشكله، مثلا انا بقطعش هنا اي طريق حيوي او الحته ديت انا ممكن اقفلها عادي زي ما انتم تشوفوا. ساعات ممكن يقفل تحت الكوبري خالص ويحط الشده بتاعته، يجي هنا يعمل ايه بقى؟ خلاص انا الحته دي ان اكسسه، فانا اقدر احط تمبرري سبورت، مجموعه من الاعمده كمان اكتر ما بين العمودين الاساسيين، واعمل الشده بقى اللي انتم بتشوفوها، ممكن تكون شده ستيل شده خرسانه مش فارقه معانا التفاصيل. ولما اروح اودي الكاميرا للستيل، الكاميرا للستيل تتحط اهي في الاول. طيب هل الكاميرا للستيل دلوقتي هل ليها فرصه ان يحصل عليها بيندنج؟ اه ليها فرصه، بس طبعا المسافات ما بين السبورت صغيره جدا، فمش مش مستاهله ان احنا نعمل تشيك على الكيس دي، لان خلاص الشده ديت هتلاقي المسافات ما بينها مثلا متر 2 متر، طبعا حاجه لا تذكر بالنسبه كاميرا بالابعاد دي ان انا اعمل عليها تشيك في المرحله دي. طيب بعد كده هيجيب بعد كده الشده بتاع يحط الار سي سي الكورجيتد شيت الاول، برضو الكاميرا لحد دلوقتي مش هيحصل لها اي ديفورميشن لان الشده تحتها، وبعد كده كمان يصب البلاطه الخرسانه فوقيها وبرضو الشده دي تحتها، يبقى هي لحد دلوقتي الكاميرا بتاعتنا ما اشتغلتش، ما فيش اي حمل اتنقل. طيب اول ما الاقي الكوبري بتاعه خلاص الخرسانه مسكت نفسها وكل حاجه وطب وعمل الاسفلت، وحتى ممكن تلاقي اللودر والحاجات ماشيه خلاص فهو طريق شغال، يبتدي يشيل الشده بتاعته دي خالص، يبتدي ايه يمسح الشده بتاعته كده. ففي المرحله دي اول ما الكوبري يحس ان خلاص هيشتغل، هيشتغل بأز ايه هنا؟ از ا كومبوزيت سيكشن، يعني هو ما عندوش فرصه خالص ان هو يشتغل ستيل لوحده، وما عندوش اي فرصه يحصل لاترال تورشن باكلينج لان هو الكاميرا بتاعته مش هيحصل عليها مومنت خالص. فاحنا عندنا الكيس الثانيه دي اسهل بكتير، ما عندناش اولا لو ال تي بي خالص ولا عمرها ما هتحصل ولا اي حاجه في ديورنج كونستراكشن تشيك ريكوايرد عندنا، لان هي الكاميرا مش هتشتغل
الا لما كل حاجه تكون موجوده ومظبوطه وحصل الانتر اكشن ما بين الخرسانه والستين. فهتلاقينا هنا الام ديد والام لايف وكل الاحمال هتتقسم على مين؟ الاي بس بتاعت الكومبوزيت بتاعنا. طبعا اللايف هيتقسم على الكومبوزيت ان لما يكون للان الواحده، اما للديد طبعا هنمشي بنفس الكونسبت ان احنا هيحصل موضوع الكريب، فبنقسم الاي بتاعتها على 3 الان. تمام؟ فنخلي بالنا ان الديد على طول وانت بتقسم على الكومبوزيت، تقسم على الكومبوزيت بتاعت الثلاثه الان، ودي هنوضح ازاي بقى سيكونس الحل وننظم الحل ازاي، دي هتبان بعد شويه. فانتوا بس جوا يعني اتفضل. هو مش المفروض ان في الحاله الثانيه دي هي برضو الكاميرا هيحصل لها مومنت بس قليل شويه؟ يعني هو ان انا زودت السبورتس هيحصل مومنت بس قليل، بالظبط يعني هي هتشتغل عادي وهتشيل، بس هتشيل مومنت قليل فانا ممكن اهمله. قصدي حضرتك كده بالظبط صح؟ نهمله طبعا. اه يعني ده قصدي، يعني هو اكيد هيبقى في مسافات يحصل فيها بيندنج، وهتبقى مش كمان مش سيمبل، هي هتبقى اكنها كاميرا كونتينيوس. يعني ايه؟ على حسب الشدات اللي انت كم عمود او كم سبورت تقدر تحطها ما بين العمود ده. بس طبعا الاسبان هنا هتبقى اصغر بكتير، فمش هيبقى في خوف من هنا. هنا طبعا لا، هنا الاسبان كله زي ما انت شايف حر كده، مش هيبقى في حاجه. فلازم كنا نعمل تشيك على مرحله الديورينج كونستراكشن. تمام يا باشمهندس، شكرا. نعم تمام. فدوت الفرق ما بين الشورد والانشورد، ان احنا الاخر انت داخل المساله لازم تسال على كذا حاجه، منها السيستم بتاعي هو انشورد ولا شورد، لان ده هيفرق معاك في طريقه اللي تشيك على النقطه واحد والنقطه رقم اتنين والنقطه رقم ثلاثه. تمام. الانشورد اطول بشويه، ليه؟ لان هو فيه تشيك زياده، ان احنا عندنا ديورنج كونستراكشن ان الكاميرا هيحصل فيها ال تي بي، فانا لازم اشيك على الجزئيه دي. بس هي الميزه ان المومنت اللي في اللحظه ديت هيبقى مومنت صغير، لان لسه الاحمال ما اتحطتش على الكوبري، هو هتبقى بس مش شايله الا نفسها زائد الاوزان بتاعت الكونكريت لحد ما الكونكريت تبدا تمسك نفسها. فهتلاقي في الانشورد في تشيك زياده. تمام. الشورد اسهل بكتير. الشورد انت مش هتشغل الكوبري بتاعك الا لما هو يبقى شغال كومبوزيت، فانت هنا حتى مش محتاج تحسب الاي ستيل لوحده بكام، انت محتاج ايه؟ تحسب الاي كومبوزيت بس. هتحسب اي كومبوزيت مره للكريب وزود الكريب افكت اللي هي الان، ومره بالكريب افكت اللي احنا هناخدها نعمل موديفيكيشن وان احنا نضعفها اكتر، فنخليها 3 الان. تمام. وبعد كده بعد ما نحسب بقى الحاجات دي كلها، المفروض في الاخر ان التوتال ستريسز عند رقم واحد والتوتال ستريس عند رقم اتنين كل واحده لوحدها تبقى اقل من الالاوبل بتاع الستيل اللي هو 5 ار بي جي في اف فيل. طيب لو احنا جينا كده وفضينا المكان ده كده وعايزين احنا نستنتج الشكل اللي تشيك، يعني ده هي دي اخر معلومه يمكن ممكن تكون جديده بالنسبه لنا. لو انا عايز اشيك على نقطه رقم واحد تحت دي والكيس بتاعتنا انشورد، لما اجي اكون انا الفورمولا بتاعتي، احنا قلنا لما بنشيك في مومنت هو ام في واي على اي. طبعا مش هتلاقونا هنا بنقول على اس اكس بقى، لان احنا عندنا القطاع هنا انسيمتري، فمش هتقدر تقول اس اكس بتاعت الابر ولا اللور، فانت يفضل تحسبها ايه؟ ام في واي على اي، او عادي براحتك هتضطر تحسب لكل قطاع اس اكس لور واس اكس ابر، مش هيبقوا نفس القيمه بتاعت الاس اكس اللي احنا متعودين عليه. طيب المومنت احنا عندنا كذا مومنت، احنا قلنا عندنا هنقسمهم لاربع مومنت، بس ممكن نجمع المومنت بتاع الكونكريت دوت على المومنت بتاع الستيل، دول ممكن يبقوا ايه مع بعض على طول، لان هم دول هيشتغلوا مع بعض عندنا في الكيس دي، فاقدر ايه اخدهم مع بعض زي ما هنشوف حتى بعد شويه في السولف اكزامبل بتاع المحاضره. يبقى ممكن نقول مثلا ان الام نسميه مثلا الام 1، او في حتى ساعات بنسميه ام ديد 1 اللي هو عباره عن الستيل زائد الكونكريت. انشورد ده اللي هيحس بيه الاي ستيل، يعني اكتب تحت كده الاي اس يعني الاي ستيل. طيب انا بشيك على نقطه رقم واحد، نقطه رقم واحد دي تحت، يبقى انا عامل جنبها تحت ان ايه؟ لما اجي اضرب في الواي يبقى ديت الواي لور، الواي لور بتاعت القطاع الستيل اللي بتاع الكومبوزيت، يعني بتاع الستيل اولا وبتاع الكومبوزيت. يا اما هقول لكم طريقه ثانيه، بص تعالى قبل ما نعمل دي عشان ما نلخبطكش ما نلخبطكوش احسن، تعالى نعمل بلانك بيج كده وناخد الاي سيكشن بتاعتنا دي، او نرسمها عادي مش مشكله، احنا ما لناش حاجه يعني. احنا عندنا ايه؟ احنا قلنا في مرحله هيبقى الستيل ده لوحده كده. هنتكلم ازاي نجيب ابعاد، الابعاد الحاجات دي سهله مش هتبقى صعبه، فعشان كده انا مش بتكلم في تفاصيل الابعاد دي نجيبها ازاي دلوقتي. القطاع دوت انت محتاج قبل ما تخش في التشيك انك تحسب له بروبس اوف اريا. تمام. يبقى انت محتاج اول حاجه ايه؟ تحسب السي جي بتاع القطاع ده. شوف انت السي جي هيطلع بتاعه فين، طبعا هيطلع قرب اللي فوق اكتر علشان هيبقى لا متشفت تحت شويه، يعني هو الاريا بتساوي الاريا
هتلاقيه متشفت تحت اكتر على ما اعتقد يعني. هيبقى تحت اكتر. تمام. المهم زي ما يطلع مش مشكلة، ديت مش مشكلتنا، هو هيطلع فعلا قرب لتحت مفروض. وهتبتدي تحسب بروبرسيف اريا للستيل لوحده. يعني ايه تحسب بروبرسيف اريا للستيل لوحده؟ يعني تبتدي تحسب الاي اكس والاريا والاس اكس ابر والاس اكس لور. تمام. يعني هو هيطلع اكيد لتحت، فمثلا انت مسمي ديت الواي بار بتاعتك، يبقى انت هتيجي هنا للقطاع الستيل كده محتاجين ثلاث حاجات. اول حاجه الاريا، الاريا سهله، تضرب اريا الفلانج وتجمع عليها اريا الويب. تاني حاجه هتجيب الواي بار، الواي بار سهل اكيد انتوا مش محتاجين نراجعها، اريا الشكل، وتفترض ان الدتم بتاعك من تحت على اساس انك الواي اللي تطلع تطلع من تحت. لو انت اعتبرت الدتم من فوق خلي بالك ان الواي هتطلع من فوق، فدي سهله. طيب الواي بار دوت ده لمين؟ للستيل. فحتى ممكن تحط لنفسك كده جنبه حرف اس عشان تعرف ان ده بتاع الستيل بعد شويه، لان انت بعد شويه هتطلع كذا واي. بعد كده ايه؟ نحسب الاي اكس للشكل ده. الاي اكس ديت حتى ممكن وانت جاي جنبها تكتب جنبها حرف الاس، ليه؟ انديكيشن ان هي بتاعت الستيل سيكشن اونلي. طيب بعد كده انا عايز اشيك على النقطه الستيل رقم واحد، او عادي انا مش عايز اسمي واحد تحت او يعني ممكن نشوف بس المحاضره مين الواحد بالنسبه للدكتور مين الاثنين عشان نبقى ماشيين زيه. لا الدكتور بيسمي اللي تحت هي الاثنين وبيسمي اللي فوق هي لواحد. تمام. عشان نبقى ايه نفس الايه الشكل عشان لما نشوفه بعد شويه. نقطة رقم واحد مثلا عايز اشيك عليها، فاحنا محتاجين نحسب لها اس اكس. طب الاس اكس بتاعت اللي فوق دي هتيجي تكتب كده اس اكس الابر، وبين بعدها كده جنبها حرف الاس، يبقى دي ابر ستيل لوحده. عبارة عن ايه؟ عبارة عن انك تجيب الاي اكس اللي انت لسه حاسبها بتاعت الستيل وتقسمها على اني واي، تقسمها على الواي اللي هي هتبقى اللي فوق بقى، يعني من السي جي لحد ده. انا بقى سيب بقى سمي الرقم ده، طبعا ما تقعدش تسمي مسميات، انت هتكون بتحسب بالكالكوليتر فكل دي هتبقى ارقام يعني. بس الاس اكس اللي بره دي هي اللي تبقى ليها اسم عشان تعرف بعد شويه لما نحتاجها نعرف نجيبها من الحل بتاعنا. طيب وهتحتاج برضه تحسب اس اكس للور فلانج، هنسميها لور ونجنبها حرف الاس نسبه ان هي ستيل. تيجي تقول الاي اكس بتاعتك على الواي بقى بتاعتك الواي بار، لان احنا عايزين النقطه اللي تحت، وتحسبهم كده وتركنهم على جنب لان احنا هنحتاجهم بعد شويه. بعد شويه ايه؟ هنقوم جايبين نفس القطاع الستيل ده اللي عندنا فوق، نحسب له بروزف اريا تاني. هتيجي تقول لي طب ليه يا باشا؟ هاجي اقول لك لا، اعتبر بقى ان احنا عندنا دلوقتي جبنا البلاطه اللي الخرسانه اشتغلت، وبقى عندك بلاطه خرسانه فوق في الحته دي. طبعا في هونش يعني ساعات ما اعرفش الدكتور ممكن يكون في المحاضره قال لكم ممكن تعملوا نجلكت ولا لا، دي ممكن تعرفوها من المحاضره، انا ما اعرفش يعني. ساعات ممكن يقول لهم اعملوا نجلكت، ممكن يقول لك لا خد تاثير الهونش عندك بالظبط اكزاكت. فدي هسيبها بقى ايه الناس اللي حضرت المحاضره ممكن تفيد زمايلها في النقطه دي. تمام. ففي الحاله ديت انا عايز احسب بقى بروسيف اريا للقطاع الكومبوزيت ده، يعني القطاع هنا في المرحله دي شغال كومبوزيت، بس هعتبر ان هو شغال وزود كريب افكت، يعني هعتبر ان انا هحول الخرسانه بان واحده. طيب هتيجي تعمل ايه؟ هتيجي تحسب سي جي للقطاع ده، هتكون انت حولت الخرسانه قسمت الاريا بتاعتها على ان، بحيث انك تشوف السي جي بتاع الكلام. هتلاقي السي جي هنا بدا يرجع تاني لفوق، يطلع لفوق. ده السي جي بتاع مين؟ الشكل ده كله على بعضه، مش ستيل بس، لا ستيل مع خرسانه، والخرسانه متاخد المودل ريشيو بتاعتها بان مش 3 ان. طيب يبقى انا هاجي هنا اول حاجه احسب اريا، الاريا ديت هتبقى بتاعه الان. بعد كده هاجي احسب الواي بار، الواي بار ديت المره دي للان الواحده. الواي بار بقى شوف انت الاحسن لك تحسبها من تحت ولا فوق، دي بقى سيبها لك براحتكم يعني. وبعد كده عايزين نشيك على القطاع دوت برضو على النقطه رقم واحد، نفس النقطه في الستيل، والنقطه رقم اتنين، وبالمره النقطه رقم 3، ان احنا هنحتاج هنا الخرسانه ظهرت، فانا محتاج اشيك على النقطه رقم 3 كمان، اعلى نقطه في الخرسانه. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ هحسب في الاول الاي اكس للشكل ده كله على بعضه، حتى ممكن اجي اكتب جنبها الان، حرف ان مثلا ولا حاجه. تمام. يبقى دوت بتاعه الكومبوزيت وجنبها الان. تمام. تحسب للشكل ده، طبعا ما تغلطش يعني، حاول على قد ما تقدر ما تغلطش، لان اي غلطه هتبوظ لك الحسابات. طيب اهم حاجه في الغلطه ديت ايه اللي بتغلطها؟ الستيل عادي ده ما فيهوش مشكله، وما تنساش نقل المحاور بتاعته. الفكره كلها في الخرسانه، اي حاجه خرسانه وانت بتحسبها، يعني مثلا عايزين نعمل الترم بتاع الخرسانه، ترم الخرسانه هيبقى فيه نقل محاور، هتيجي تاخد الاريا بتاعت الكونكريت تقسمها على ان وتضربها في الواي سكوير، الواي سكوير مثلا اللي هو ايه السي جي بتاع الكلام ده للسي جي بتاع الشكل ده، الواي اللي هي نقل المحاور.
زائد طبعا الترم التاني انك تاخد عرض الفلانج، العرض بتاع الخرسانه في الدبس بتاعها باور 3 على 12. يمكن الترم دوت مش كريتيكال قوي، بس الترم دوت هو الكريتيكال. فاي حاجه فيها خرسانه لازم تتاكد وانت شغال ان الاريا بتاعتها مقسوم على الان، تمام؟ واحنا هنشوف الكلام دوت واحنا بنبص على السولفد اكزامبل. بعد ما تحسب الاي اكس وان شاء الله ما اكونش غلطت فيها، محتاجين نحسب الاسات الاس اكس بتاعت الثلاث نقط ديت. يبقى هنيجي نقول الاس اكس بتاعت نقطة رقم واحد ديت، أو ممكن نسميها دي الأبر ستيل، بس ما تكتبوش ستيل مثلا، ممكن تكتبوا حرف الإس إن مثلا، أي حاجة عشان تعرف تجيبها بعد شوية، تعرف تميزها عن الإس إكس. دي إس إكس أبر ستيل أونلي، لا هنا إس إكس أبر ستيل بس بتاعت الإيه؟ النون كومبوزيت لما كانت الإن بواحد. وتيجي تعمل إيه؟ تقوم قاسم الأي إكس بتاعتك دي على المسافة ما بين السي جي بتاع الكومبوزيت لحد الفلانجة بتاعتك دي، ومرة تعملها تاني الإيه؟ للور نقطة رقم 2. فانت هتيجي تحسب برضو تانية واحدة هنا اس اكس لور ستيل بس تأثير الان الواحد، وتحتفظ بالرقم ده على جنب. طيب الكونكريت ملهاش؟ لا الكونكريت ليها برضو، هتيجي تقول الاس اكس بس المرة دي بتاعت الكونكريت السي، وديت شورت تيرم، فممكن تيجي تعمل ليها رمز حرف الان، وتقسم الاي اكس بتاعت الشكل على الواي، بس اني واي بقى؟ الواي من السي جي لحد وش الكونكريت بتاعتك اللي هي اللي فوق. فطبعا هتقعد تجمع اس اكس كتير زي ما قلت لكم، هي الفكره كلها حسابات بروز اوف اريا. طيب هتيجي بعد كده عشان طبعا الكريب افكت والديد لازم يتقسم على الثلاثه الان، فانا محتاج اعمل نفس اللي عملته في الكومبوزيت ده، اخد نفس القطاع ده تاني بس اضعف الخرسانه اكتر. يعني ايه؟ يعني هاجي هنا هي تاني بس وانا شغال اي خرسانه هتتقسم على ثلاثه الان، واجيب نفس الاسات، اجيب اس اكس الواحد واثنين وثلاثة، بس خلي بالي ان دول اكتب جنبهم ان هم بتوع الثلاثة الان علشان ما لخبطش وانا بقسم حاجة على حاجة، تمام؟ يبقى دوت كده ايه المرحلة الاولانية. المرحلة التانية ان انت تبتدي بقى تشيك على النقطة بتاعتك اللي احنا كنا عطلنا فيها هنا. فهتيجي هنا كده بقى نمسح كده، هنيجي نقول كل مومنت على الاس اكس بتاعته. هنيجي نقول ان مثلا الام ديد واحد اللي احنا اتفقنا اللي هو الستيل والكفر الكونكريت قصدي، يعني على اس اكس انا بشيك على اس رقم واحد، يبقى دي اس اكس لور. خلاص هنخلي واحد هي اللي فوق زي المحاضره واثنين اللي تحت، يبقى ديت اس اكس ابر بقى ستيل. ليه؟ لان انا عارف في الانشورد مين اللي هيشيل الديد واحد، ديد واحد اللي هيشيله الستيل لوحده. فنخلي بالنا ما نقسمش هنا على الكومبوزيت، لا نقسم على الاس اكس ابر بس بتاعت الستيل اونلي، تمام؟ زائد ام بقى ديد اثنين اللي هو هيبقى فيه الكفر اللي هو بقى بقيه الكوبري، لا ده هتبقى على اس اكس برضو بس ابر، بس مين بقى؟ كومبوزيت. كومبوزيت بس دوت ديد لود، يبقى ايه اني واحده اللي هي بتاعت الثلاثه ان كمان مش بتاعت الان الواحده، تمام؟ زائد الام لايف هيبقى على مين؟ على ايه برضو؟ اس اكس. اس اكس بتاعت مين؟ هتبقى بتاعت القطاع برضو الكومبوزيت، بس دوت عشان لايف لود ما عندناش الكريب فاقسمها بس بتاعت اللي انا جايبها من الان الواحده. اجمع الثلاث ارقام دول لو طلعوا اقل من فاي في ار بي جي في اف فيلد اقدر اقول ان القطاع بتاعي سيف. طيب نقطه رقم 2، نقطه رقم 2 خلاص احنا عرفنا الفرق. هتيجي تقسم برضو ديد واحد على الاس اكس بس المره دي بقى لور، برضو هتبقى ستيل. دي نفس الكلام هيبقى ام ديد 2 بس على اس اكس لور كومبوزيت، بس هنا عشان ده ديد نقسم على 3 الان. اللايف هيبقى ايه؟ برضو نفس الكلام بس على اس اكس لور، بس نخلي بالنا ان دي كومبوزيت بس بتاعت الايه؟ الان. وقارن برضو بالالاب اللي هو 5 ار بي جي ايه في اف فيل. اخر حاجه بقى الخرسانه، نقطه رقم 3. نقطه رقم 3 الخرسانه ديت في مومنت هي عمره ما هتحس بيه، اني مومنت اللي هو الديد ده واحد. ديد واحد ده خلاص اتنقل عن طريق الستيل، يبقى ام 3 ديت هتلاقي عندها ام ديد واحد ده بزيرو في حاله الايه؟ الانشورد. طيب لو هو شورد، لا لو هو شورد هتبقى الخرسانه موجوده فهتحس بيها. فنخلي بالنا بس ان ام ديد واحد ده بيبقى موجود في حاله الانشورد في الخرسانه، مش موجود في حاله الخرسانه، وهيبقى موجود في حاله الشورد بتاعت الخرسانه. تيجي تشيك على نقطه رقم 3 وخلي بالك من نقطه رقم 3 بتلخبطكوا شويه. اول حاجه لو هو انشورد هنخفي بقى خلاص ام ديد واحد ده بزيرو، يعني حتى تقدر تقول مفيش ستريس اصلا لان الخرسانه لسه ما تثبتش او كمان لسه ما مسكتش نفسها، فما فيش ستريس اوريدي عليها نتيجه ام ديد واحد. اما الام ديد اتنين لا هيبتدي ايه الخرسانه تحس بيه. يبقى انت لما تيجي تقسم هتقسم على اس اكس مين بقى المره دي؟ على الاس اكس بتاعت الكونكريت
وده ديد، يبقى المفروض نقسم على ايه تحت هنا؟ على 3 الان. طيب انا بشيك على الخرسانه، يبقى انا فاكرين الانات اللي قاعدين نقسم عليها، انا دلوقتي عايز اشيك على الخرسانه، يعني هاجي هنا اقارنها باللو بالخرسانه، يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ ارجع هنا بقى احولها الخرسانه، ارجعها لطبيعتها. طب عشان ارجعها لطبيعتها ما تنساش تضرب تحت ايه القوس ده، تحت تضربه ترجع تضرب في ال 3 ان اللي انت ضاربها جوه، يبقى انت كده اكنك ايه طيرت ال 3 ان اللي انت كنت قاسم عليها جوه، عشان احنا دلوقتي بنشيك على الخرسانه مش بنشيك على element steel. تمام؟ فما تنساش بس في الخرسانه انك ترجع الحاجه لاصلها، انك خلاص الخرسانه احنا كنا محولينها، لا احنا خلاص بنشيك على الخرسانه هنا في الستيت ديت، فانا التحويل اللي انا عامله دوت مش محتاجه في تشيك رقم 3. طيب الام لايف، الام لايف لا هقسمها على الاس اكس بتاعت الكونكريت بس بقى معموله ان، وارجع اضرب هنا بره في الان علشان اطير الان اللي انا حاسبها مي من جوه. تمام؟ فاكتر حاجه بتنسوها في الخرسانه وبتطلع معاكم انسيف، لان انتوا ساعات بتنسوا تقسموا على الان والثلاثه الان. تمام؟ طيب اخر حاجه هتشيك على ايه؟ تشيك بقى على الخرسانه بتاعتنا الالاوبل بتاعي، يمكن انا بصيت في المحاضره دلوقتي لا هي طلع مش 0.1، هو الدكتور قال لك في المحاضره الالاوبل بتاعها هو 0.6 الاف سي يو. طيب الاف سي يو ديت طبعا على حسب الجريد الخرسانه اللي هو هيبقى جيفن، مثلا لو فرضنا ان هي 40 او حاجه، فهتلاقينا مثلا ممكن تفترض ان ده 0.4 اللي هي اف سي يو 40، تضرب 0.6 في 0.4 لازم يطلع الرقم ده اقل من الفاليو ديت. 0.6 دي تقريبا اللي هي بالنسبه لنا الفاي، اللي هي الفاي بتاعتنا. ماشي؟ يبقى كده لو انا شيكت على الثلاث نقط دول وطلعوا سيف، يبقى خلاص يبقى الكاميرا بتاعتي الكومبوزيت بتاعتي سيف. طيب بالنسبه للشير ستريس، لا الشير عادي، مين اللي هيشيل الشير؟ برضو الويب بتاع كاميرا اللي سي، يعني الشير اللي هيشيله كاميرا. طيب الفتيج، الفتيج طبعا اللي بيحس بيه التنشن فلانج، فلما نيجي نقسم هنقسم على الاس اكس بتاعت التنشن فلانج تحت. طيب الديفليكشن، الديفليكشن طبعا هيبقى التجميع بتاعت الانيرشيا بتاعت القطاع كله از كومبوزيت بيم. طيب تعالوا كده نبص كده بقى على المحاضره، نفتح المحاضره دلوقتي واحنا شغالين، نشوف كده السولف اكزامبل الموجود اللي الدكتور حاطه في المحاضره ونتناقش في الجزئيه بتاعته. تمام؟ ده سولف اكزامبل الدكتور طالبه عامله في المحاضره. هنا مكتوب ان هنا ده كاميرا كومبوزيت الكوبري كذا، يعني بص هتلاقوا الاف سي يو جيفن فوق اهي 400، يبقى انت عرفت كده تقدر تحسب الان، الان اللي هي هتقسم بقى الايكو ستيل على الايكو كونكريت، وتقدر تطلع المودولار ريشيو كام. هو قال لك هنا اسيوم ان الاون ويت بتاع الستيل ستراكشر 0.2، الكونستراكشن لود في هنا اللي هي المعدات والشده والكلام ده وزن برضه 0.1، واللايف لود اعتبره يونيفورم لود قيمته 1.6. فهنا كانت اسهل بكتير من ان احنا نوقف بقى عربيات والحاجات اللي احنا كنا بنمتحنكم فيها الفتره اللي فاتت. جه اول حاجه عشان يعمل ابعاد القطاع الكومبوزيت، القطاع از توتال من تحت لحد وش الخرسانه بيبقى من على 16 ل 22. طب انا عايز اجيب الستيل لوحده، هتلاقي بعد كده بنطرح منه ايه قيمه التي اس اللي هي تخانه البلاطه وتخانه الهونش. يعني انت اول حاجه عايز تعرف الدبس بتاع المين جردر بتاعتك، هتقوم عامل ايه قاسم الاسبان بتاع الكوبري على 16 ل 22، بعد كده تطرح من الرقم دوت تخانه التي اس اللي فوق وتخانه الهونش، تحصل على ارتفاع الستيل ستراكشر لوحده كام. تمام؟ ماشي. فهو هنا عمل نفس الكلام، طلعت 203، طلع في الاخر الويب قدر ان الفلانجات عن حاجه تقريبيه، خد الفلانجات ان ممكن تطلع فرنج 2.5، فضرب ان فلانجه فوق وفلانجه تحت، طلعت ان في الاخر الويب تقريبا 200 سم. طبعا زي ما انتم عارفين دي شويس اوف سيكشن، يعني مش هتفرق قوي لو انت اعتبرتها 3 6 4، الرقم ده رقم تقريبي لسه احنا هنعمل عليه تشيك بعد كده. تمام؟ يبقى جاب تقريبا الدبس بتاع الويب، بس وقف بعد كده عشان يحسب الاحمال. يعني انت هنا بقى عمل اهو ديد واحد اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو الاون ويت بتاع الستيل ستراكشر زائد الار سي سلاب، بعد كده ديد اتنين هو مين الفلور كفر، الرقم الثالث اللي هو اللايف لود. يبقى انت محتاج تحسب كل مومنت لوحده عشان هنحتاجه بعد شويه. المومنت الاولاني خلاص هو هنا، خلي بالكم بقى من حاجه، دي حاجه بتلخبطكم، تيجي هنا تقول لي يا باشمهندس مش احنا لسه في المطلوب اللي فات حسبنا ورسمنا انفلونس لاين ووقفنا العربيات وحملنا الجزء البوزيتيف، ليه هنا في المحاضره قام الدكتور ضرب في السبيسنج ما عملتهاش؟ هنا ممكن نفترض ان في المحاضره ان المثال اللي الدكتور حله عامله هنا فليكسبل، يعني انت هنا لا مش هتمشي زي ما الدكتور عامل، لا انت هتحسب الاحمال بتاعتك اللي انت كنت بطريقه الانفلونس لاين. يعني ايه؟ انت هيكون بقى راسم مجموعه المين جردرز اللي عندك
والدكتور مثلا طلب واحده انترنال، يبقى تاخد ديت مثلا ترسم الانفلونس لاين على موضوع بقى ايه زي ما قلت لكم، شوفوا التوتوريال وتشوفوا ازاي ترسموا الانفلونس لاين. طلع مثلا الانفلونس لاين بالشكل ده، طلع حته في الاخر قلبت مثلا نيجاتيف، يبقى خلاص انا عايز احسب الوزن. انت هات بس الدبليو ديد ديت في بقيمه الطن على السنتيمتر، الطن على المتر سكوير، ما تضربش في اي بانل لينس، وتعالى حمل الجزء. طبعا الديد ما فيهوش تحميل، الجزء الديد بيتحمل الانفلونس لاين ده كله، وتضرب الاريا ديت في اريا البوزيتيف ناقص النيجاتيف، وتطلع قيمه الدبليو دي. قيمه الدبليو ديت تقوم عاكسها على كاميرا المين جيردر وتحسب لها الدبليو ديد بتاعتها، تقوم واخد الرقم اللي هيطلع من هنا اللي هو الدبليو ديت، هو عباره عن ايه؟ هو الرقم بتاع الديد مضروب في اريا المثلث البوزيتيف ناقص اريا النيجاتيف، وبعد كده تقوم هنا جايبه دبليو ال سكوير على 8 وتحسب المومنت. ده اللي انت هتعمله في الشيت. طيب اللايف لود، اللايف لود هو مديهولك يونيفورم لود قيمته 2 طن، يبقى خلاص هنيجي نحمل مين؟ هنحمل المثلث الكبير اللي هو البوزيتيف بس. تضرب نفس الكلام الاثنين في اريا المثلث، تحصل على الدبليو دي، الدبليو دي تعكسها على كاميرا المين جيردر بتاعتك دبليو ال سكوير على 8، جبت المومنت. امتى استخدم الطريقه اللي الدكتور مستخدمها دي؟ لو قال لك في راس السؤال، طبعا في الامتحان هتبقى واضحه، يعني يمكن هنا مش واضحه للاسف مش موجوده. لما يقول لك في الامتحان فوق لو هي فليكسبل، الكروس جيردر ار فليكسبل، يبقى من حقك تستخدم انك تضرب كل كاميرا في السبيسنج بتاعها. لو قال لك في الامتحان ان هم ريجيد، لا لازم تعمل ايه؟ بطريقه الانفلونس لاين، وتحسب الاحمال عليها بالانفلونس لاين. تمام؟ فدي بس نقطه هنبقى فيها اختلافات، ودي انا حبيت اوضحها معاكم هنا في التوتوريال ده. تمام؟ ماشي. بعد كده جمعهم وجاب الام التيميت والشيء الكيو التيميت. طيب عمل بعد كده استيميشن للقطاع. طبعا احنا طلعنا ان الاتش ويب عندنا من الخطوه اللي فاتت ان هو تقريبا 200 سنتي. عمل نفس طريقه الشويس اوف سكشن بتاعت البليد جيردر، يعني انت نفس اللي ارجع بقى للليمتس اللي احنا كنا شارحينها في البليد جيردر، شوف الاتش ويب كنا بنطلع التي ويب بنطلعها ازاي. طبعا على حسب الابعاد، لو هو اكبر من 2 بحاجه، لو هو اقل من 2 بحاجه ثانيه. طلع ان مثلا التي ويب هنا ب 12 ايه ملي. بعد كده دخل على الفلانج. طب الفلانج كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب المومنت وبنقسمه على الدبس بتاع القطاع بتاعنا، اللي هو كنا بنقول المومنت على 0.98 الاتش ويب، نفس اللي عملناه في البليد جيردر. طلع الرقم ده مثلا 1060، قام عمل ايه بقى؟ قال ال 1060 ديت خلاص انا هقوم قاسمها على الاستريسز اللي هو زي ما كنا بنعمل بالظبط في البليد جيردر، اللي هو اللي عندنا 0.8 في اف فيلد. حتى فاكرين الرقم ده كنا بنضربه في فاكتور، قلنا لو هو بوني كنا بنضربه في 0.9، لو هو ديك احنا عارفين ان الاولبل هيفضل محافظ على نفسه، فعشان كده ما كناش بنضرب في ريدكشن فاكتور. وطرح اريا الويب ويطلع الاريا في الاخر ب 328 سكوير. مش هنستخدم الاريا دي كلها، هنعمل فيها ايه بقى؟ الريدكشن فاكتور. ليه؟ لان احنا عارفين ان الخرسانه فوق هتشيل شويه كومبريشن، فاحنا مش محتاجين ال 328. فقام ضرب الاريا ديت، عمل ايه؟ جاب التوتال بتاع الفلانجز. يعني ايه جاب التوتال؟ يعني الاريا دي بتاعت الفلانج اللي فوق بس اللي هي 328، وتحت احنا عايزين 328. قام عمل ايه الدكتور؟ قام جاب التوتال اريا، قام ضرب الاثنين دول، ضرب الرقم ده في 2، وعمل الايكونوميك فاكتور اللي هو بتاع الخرسانه عندنا ان هي تشتغل كومبوزيت، فضعف القطاع بنسبه 25%. فطلع ان الاريا اللي هو محتاجها 492 سنتيمتر سكوير. الاريا ديت هيقسمها ازاي؟ هيودي 2 على 3 منها في التنشن، وتلتها هيروح للكومبريشن. يعني انت الرقم ده اضربه في تلت، جيب الاريا الكومبريشن بتاعتك، وجيب البي والتي بتاعتها. التحت تجيبها، خد اضرب الرقم ده في 2 على 3، واعمل اسيوم بريشيو ما بين البي والتي، واحسب المساله. تمام؟ يبقى ده الفرق الوحيد بس، ان هنا الكومبريشن فلانج صغرناها شويه بقيمه 25% علشان موضوع الايكونوميك بتاع ان الخرسانه عندنا هتوفر علينا شويه. طبعا بعد كده عمل اهو الريشيو. حتى انتوا فاكرين الرقم ده قلنا بنفرضه 20 او 18 او كذا على حسب اللوكال باكلينج. طبعا احنا هنا في الدرس ده مش خايفين من اللوكال فلانج باكلينج، لان احنا عندنا في ار سي سلاف، فافرضه انت بقى في الحاله دي ايه براحتك. تمام؟ وجاب ال 60 سنتي وجاب الابعاد، وبعد كده خد الاريا بتاعت تحت تلتين الرقم وجاب ابعادها، طلع 4 سنتي في 80، واللي فوق طلعت 60 في 3 سنتي. تمام؟ طبعا ما تنسوش طبعا نعمل تشيك على الكود ليميتس اللي هم الثلاثه، برضه هيفضلوا زي ما هم. خلي بالكم ان الكود ليميتس دي للابر واللور. طبعا الكريتيكال هنا انك تشيك على اللي هي ابعادها اقصر، عشان كده هو هتلاقيه هنا قسم ال 60 على 2 في 3. ليه ما قسمش ال 80 على 2؟ لان
اللي ممكن يكون هو برضو انت في الامتحان لو مش عارف تحكم جرب الاثنين، يعني اقسم 80 على الاثنين في 4 واقسم 60 على الاثنين في 3، المهم يطلعوا الاثنين اقل من 12 اللي هو الليمت بتاعنا، ونفس الكلام في الليمتس الثانيه. تمام. وبعد كده عملنا ايه؟ ابتدى يحسب بقى الحته دي، يمكن ما جبناش سيرتها لحد دلوقتي، الحته اللي هتبقى شغاله من البلاطه الخرسانه اللي هتبقى شغاله مع الكومبريشن فلانج. بنحسبها ازاي؟ هي عباره عن ليمتين، الليمت الاولاني انك تحسبها عن طريق المعادله ديت. ايه هي المعادله ديت؟ يقول لك ان لو انت عندك اي سيكشن كده في النص يا باشمهندس وعايز تحسب العرض اللي هو البي افكتيف، احسبه بطريقه ان في حاجه اسمها شير كونكتور، يمكن لسه ما جبناش سيرتها بعد شويه، فهي الاقل ما بين القيمتين دول، يعني انت هتحسب رقمين وتاخد الاقل. تمام. ايه اللي هما القيمتين؟ القيمه الاولانيه هي اللزبان على الثمانيه. ايه هو ال على الثمانيه؟ اللزبان، يعني شوف اللزبان بتاع الكوبري بتاعك اقسمه على الثمانيه واحتفظ بالرقم ده على جنب، يبقى دوت ايه ده البي الافكتيف الاولاني، ان هي تطلع معاك ب 5 متر. الرقم الثاني هو سنتر لاين تو سنتر لاين. يعني ايه؟ يعني احنا لو رجعنا للكروس سيكشن اللي هو رسمه اللي اوت، هتلاقي ايه؟ لو دي كاميرا انتريور فانت البلاطه الخرسانه تشتغل معاك من سنتر لاين ده لسنتر لاين ده، يعني كام المسافه ديت؟ يعني المسافه ديت مفروض عندنا 2.5 متر. تمام. فهتلاقوا الرقم الثاني اللي هو جايبه للدكتور هنا في المحاضره اللي هو ال 2.5 متر. طيب ليه طرح بقى بوينت 4؟ بوينت 4 دي حاجه ليها علاقه بالشير كونكتور، ان احنا عندنا الشير كونكتور بتبقى اصغر شويه، فهي المفروض المسافه اللي بعد الشير كونكتور، يعني عشان نبقى دقه اكتر يعني ونبقى شغالين زي ما الدكتور عامل، يبقى نطرح المسافه ديت، يعني المفروض نشوف مين المسافه اللي هتبقى اكبر. يعني طلع هنا مثلا لما طرح ال 2.5 ناقص البوينت 4، المفروض طبعا هو عشان اقسم على الاثنين، سيبك انت ممكن تشتغل على التوتال لينس كله اللي هو ال 5 متر، يعني خلينا نشتغل زيه احسن معلش عشان انا وصفتها غلط كده. الدكتور بيشتغل على نص الشكل، يعني ايه؟ يعني بيحسب البي افكتيف من نص الواحد، هو عايز يحسب ديت ويقارن الاثنين مع بعض، وبعد كده لما يجي يشتغل على التوتال ما تنساش تضرب الرقم ده في 2. يعني ايه؟ الرقم دوت هيبقى الاقل ما بين ال على الثمانيه زي ما هو عمل في الاول، او انك تعمل ايه؟ تشتغل سنتر لاين لسنتر لاين، يعني انت عارف ان السنتر لاين بتاع الخرسانه ديت لحد السنتر لاين الكاميرا اللي بعدها 2.5، يبقى المسافه دي عندك متر وربع. طيب ناقص ايه؟ ناقص المسافه بتاعت الشير كونكتور. احنا بنفترض ان في شير كونكتور جوه هنا هيبقى على الفلانج بتاعتنا، يعني في هنا لو في شير كونكتور حاجه كده هنعرفها بعد شويه. الشير كونكتور ده نحطه 10 سم مثلا او 5 سم. تمام. يبقى في هنا نفترض ان هنا في 5 سم وهنا 5 سم، يبقى طول الشير كونكتور عندنا هنا كام في المثال ده؟ هيبقى مثلا 50 سم. لو انت كبرتها مثلا اعتبرتها 10 سم هتاخدها انت ايه 40 سم زي ما الدكتور عامل. فهو عمل ايه الدكتور؟ قام جاب المسافه الكليه اللي هي 2.5 ناقص طرح منها الشير كونكتور ده، علشان في الاخر يتبقى له الطول اللي على اليمين ده بالظبط هيطلع اكزاكت كام. طلع من الحسابات ان الاكزاكت ده هيطلع بكام؟ بمتر و5 اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. طب هشتغل بمين في دول؟ هشتغل بالاقل. تمام. هشتغل بالاقل. حتى انت ممكن يعني مش هتاثر معاك ومش هتفرق معاك قوي، ممكن تعمل نجلكت للترم ده على فكره، يعني الترم دوت احنا بنطرحه في الاخر مش هنستفيد بيه حاجه، احنا هنستفيد بيه واحنا بنعمل ديزاين للشير كونكتور. فانت ممكن على طول تقارن ايه؟ ال على الثمانيه بنص الاسبان على الاثنين، يعني ايه ال على الثمانيه؟ شوف طلع ب 5 متر، نص الاسبان اللي هي متر وربع، مين الاقل من الرقمين دول؟ طلع عندنا هنا مثلا المتر وربع، يبقى انت البي افكتيف بتاعت الخرسانه في الاخر اللي شغاله معاك كلها على بعض كام؟ 2 متر ايه ونص، ما تنساش تضرب الرقم ده ايه؟ في 2. تمام؟ وغالبا هتلاقوا الافكتيف على طول بيطلع من سنتر لاين تو سنتر لاين، لان ال على الثمانيه ده برقم هلامي، يعني تخيل 40 على الثمانيه هيبقى رقم كبير جدا، لان الاسبانات عندنا عملاقه يعني في الكوبري ده. تمام؟ يبقى ما تتعبش نفسك بالشير كونكتور ديت والكلام ده، في الاخر هتطلع نفس الفاليو، ما تطرحش الطول ده بتاعك. تمام. ماشي. بعد كده خلاص احنا عرفنا الخرسانه معانا قد ايه، عرفنا التخانه بتاعتها من الجيفن كانت 20 سنتي، عرفنا ابعاد الستيل. ابتدي اعمل بقى ايه؟ خطوه البروز اوف اريا اللي انتوا بتغلطوا فيها للاسف. عمل مره حسب للستيل اونلي، اهو شايفين حسب الاريا، بعد كده حسب الواي بار، حسبه من تقريبا من تحت اهو من اللور، لان ده ال 84، حتى سماه واي لور ستيل. تمام. وسمى اللي فوق ده واي ابر ستيل. جابه ازاي؟ عن طريق فرق ايه الابعاد، يعني انت معاك التوتال ديبث اطرح منه تجيب الواي ابر ستيل، وحسب الاي ستيل لوحده، وبعد كده حسب هو اللي احنا كنا بنتكلم عليه اس ابر ستيل،
وحط ان سي، يعني هنا بمعنى ان مفيش كومبوزيت اكشن، يعني لما تلاقي حرف الان قبل حرف السي تعرف ان هو نون كومبوزيت، يعني هو شغال ستين اونلي. انت سميه براحتك، المهم تعرف ايه تميز منهم بعد شويه، ومره حسبه للابر فلانج ومره حسبه للور فلانج، وحسب تاني ليه في حاله الكومبوزيت سيكشن. ما انت هتحتاج برضو كومبوزيت لاني مودلر اللي هو الشورت تيرم اللي هو اللايف لود، تمام؟ قام عمل ايه برضو حسب الستيل معانا اوريدي جاهز، وقام جاب اريه الكونكريت كلها. يمكن هنا في السولفت اكزامبل ده خد تاثير الهونش اكزاكت، وقسم على مين بقى ده؟ ده المودلر ريشيو اللي احنا بنحول الخرسانه للستيل. طلعت ان في الاخر 1540، وبعد كده ابتدى يحسب بروبسيف اريا للقطاع ده. طبعا انتوا اتخضيتوا من الشكل، يعني انتوا احسبها بطريقتك، المهم احنا عايزين نجيب السي جي ده يكون صح مكانه، ده اهم حاجه بالنسبه لنا. وبعد كده محتاجين ثلاث وايات، الواي لحد اوطى نقطه، الواي لاعلى نقطه في الستيل، الواي لاعلى نقطه في الخرسانه، تمام؟ انت ممكن حتى يعني نصيحه، حاول تحل المساله ديت بارقام في ورقه، وقارن ارقامك مع الدكتور وانت بتذاكر، لان دي هتبقى ريفرنس ليك، والمساله دي متراجع ارقامها اكتر من مره، فان شاء الله مش هتلاقوا فيها مشكله في التعويض، تمام؟ الدكتور قعد يحسب السي جي، يمكن حسبه بطريقته، حسبه بطريقه حاجه اسمها الاكسنتريستي، اي طريقه انت شايفها تقدر تعجب بيها السي جي بتاعك احسبها، ما تقعدش تحفظ معادلات. يعني هو الدكتور عمل ايه؟ انا اوريدي عارف القطاع الستيل السي جي بتاعه فين، يعني احنا عارفين لو احنا جينا قلنا السي جي بتاع الشكل ده ازاي؟ ما انا عارف اريه الستيل، اريه الستيل احنا ب 740، اقدر اقول ان اريه الستيل كلها ب 740 في الواي ستيل بتاعتها. ايه الواي ستيل؟ اللي احنا حاسبينها ورا هنا اللي هي 84.6، يعني اقدر هنا اجي اقول ان الواي ديت في واي ستيل بتاعتي. زائد ايه بقى؟ حته الكونكريت اللي زادت اللي احنا جايبينها فوق ديت اللي هي 250 في 22 في 60، كل دوت تيجي تقام اريه الكونكريت في الواي بتاعتك. انت لو اعتبرت الديتم بتاعك هو اللور، فانت هشوف المسافه ديت لحد سي جي البلاطه هيبقى كام، واضرب في الرقم ده على مين؟ على الاريا توتال اللي انت حاسبها بقى اللي هي اريا ستيل زائد كونكريت، تقدر تجيب الواي بار بسرعه بتاع الشكل الكومبوزيت ده، تمام؟ بس خلي بالك ان احنا واحنا قاسمين هنا قاسمين على ان، وهنا تحت في الكونكريت قاسمين على ان مش 3 لان. وبعد كده جبت السي جي بقى ايه، انت شوف بقى طريقه احسب بقى الانيرشيا للشكل اللي قدامك ده، تمام؟ وبعد كده عمل ايه؟ جاب الاس الثلاث اسات اللي اتفقنا عليهم دول اهم للستيل. لا لا هو الدكتور هنا مسمي اس ابر ستيل، ديت شورت تيرم انديكيشن لشورت تيرم، يمكن الدكتور بيحب يسميها بطريقه ثانيه غير اللي احنا اتفقنا عليها، مش مشكله، اي حاجه انت عايز تسميها سميها، المهم تعرف انت اللي ايه تفرق ما بينهم. وده بتاعت الكونكريت ومكتوب برضو جنبها شورت تيرم، تمام؟ ودي ابر، طبعا الكونكريت ما لهاش لازم نحسب لها لور، احنا عايزين شايك على اعلى نقطه فيها بس. بعد كده عمل ايه تاني؟ كومبوزيت تالت. طب ليه كومبوزيت تالت؟ لان احنا هنا هنضعف الخرسانه اكتر ونخليها 3 ان، فحسب برضو واي سي جي جديده، وحسب بروسيف اي جديده، وحسب ايه الثلاث اسات تاني معانا، اتنين للستيل وواحده للكونكريت. فاحنا انتوا هتلاقوا طب فين الستيل في اللي احنا بنعمله؟ احنا ما بنعملش اي ستيل، ده كل ده حسابات ستراكشر، يعني الستيل بتاعنا هيبتدي يظهر دلوقتي ايه من اللي تشيك داوت. جه قال لو هو انشورد سيستم فمفروض الليمت بتاعنا ما يعديش الايه؟ الفايف ار بي جي في اف فيلد اللي احنا اتفقنا عليها في الابر ليمت. قام قسم بقى كل واحد ايه الديد واحد قسمه على مين الرقم ده؟ ده بتاع الستيل اونلي ما غير فيه اي انيرشيا، من غير ما فيهوش قصدي اي كومبوزيت. ده بتاع مين؟ الديد 2 بيتقسم على الكومبوزيت بس كمان ايه 3 ان، مش بتاع، هتلاقوا حتى هو كاتب لك لونج تيرم، دوت هتلاقوا ايه شورت تيرم اللي جنبه. طلع الرقم ده 1.85 الالاوبل 2.8، يعني ايه كويس جدا. طبعا هو هنا احنا ما حسبناش الار بي جي، يعني المفروض قبل ما تخش تعمل تشيك لازم تكون حاسب الار بي جي، يمكن يطلع اقل من واحد، فما تنساش تعمل الار بي جي قبل ما تخش في الفليك. طيب اللي تحت يمكن الدكتور كان اكتر دقه، فعلا احنا عندنا التلت بتوع الاف ال، يمكن حتى هو في المحاضره قام ايه عمل لها نجلكت. طبعا الصح انك ممكن بعد دول كمان تجمع عليهم ايه زائد ثلاثه تلت الاف ال، يعني لو هو طلبه في الامتحان انك تعملها تشيك اكزاكت، تمام؟ لان احنا عارفين ان التنشن فلانج تحت مش ممسوكه، فممكن يحصل لها ايه بندنج ستريس اكسترا اديشنال اللي احنا كنا اتفقنا ازاي، تمام؟ بعد كده شيك على مين؟ على الكونكريت. الكونكريت بص بقى خلي بالكم ليه بقى ضرب هنا تحت اهو، حولهم تاني الخرسانه هنا علشان الديد كان بيبقى شورت لونج تيرم، فاكنك ضربت تحت الاس بتاعتك في 3 الان، فما تنساش بس بعد اذنك تضرب ال 3 الان اللي هنا وهنا ان علشان دوت كان شورت تيرم، وفي الاخر طلع ان الالاوبل بوينت 107
والريزيستنس عندنا 0.24، فهي في الاخر برضو. بعد كده بقى ايه التشيك اللي احنا عارفينه بقى، الحاجات المنطقيه هيظهر برضو عندك ويب بيندنج باكلينج، ده مش هيختلف اي حاجه، لان الويب بيندنج باكلينج ده للستيل ملوش علاقه بالخرسان، تمام. يمكن اكتر حاجه بس خلي بالكم منها هي الدي سي. فاكرين الترم اللي هو الدي سي ده كان عباره عن ايه؟ كان لو انت القطاع بتاعك سيمتريك، ده بس تخلي بالكم لازم تحسبوه، ده الحاجه الوحيده اللي هتختلف عندك في معادله الويب بيندنج باكلينج ده، تمام. كنا بنقول الدي سي دوت هو ارتفاع الكمبريشن ستريس، طبعا لما يكون القطاع سيمتريك فهو سي جي في النص، فنقدر نقول ان الكمبريشن فوق يساوي التنشن تحت، فكنا بناخد الدي سي دوت هو نص التخانه بتاعت الويب، الاتش بتاعت الويب. طب انا القطاع بتاعي للاسف دلوقتي ايه بقى؟ نخلي بالنا القطاع بتاعنا بقى مش سيمتريك، فالسي جي بتاعي مش في النص، السي جي مترحل يا فوق يا تحت، فانا محتاج اعرف بالظبط ارتفاع الكمبريشن زون قد ايه. الكمبريشن زون ده الدكتور بيحسبها بطريقه، انت ممكن تحسبها بطريقه اسهل بكتير، يعني انت مش شرط تعمل اللي هو عامله الدكتور ده، انت عايز ايه؟ انت معاك ارقام فوق، شايفين الارقام اللي احنا حاسبينها فوق ديت؟ دي اسهل ارقام تجيب لك فين البعد بتاعك. هتيجي تعمل ايه؟ هتيجي تعمل خط توصل فوق بال 1.85 وتوصل تحت بال 2.65 0.26 اللي هو التنشن فلانج. لو انت وصلت ما بين الاثنين دول هتقدر تحسب اكزاكت السي جي بتاعك فين، اللي هو ما تيجي عم ترسم اهو كده اهو، يبقى ده الارتفاع اللي احنا عايزينه بتاع ده. ما تنساش بس تطرح من الارتفاع ده التخانة الفلانج، لان دوت عند اقصى اعلى حاجه احنا عايزين الحته اللي بعد الفلانج، فهو الدكتور بيجيب البعد ده ويطرح منه ايه؟ التي فلانج بتاعتك، تمام؟ فانت تقدر ايه؟ نسيبك من المعادله دي، لان المعادله دي مش جيفن، انت هتقعد تحفظها هيطلع عينك، مش هتعرف تحفظها وتنساها وتكتبها غلط في الاخر في الامتحان، انت استنتجها، انت خلاص معاك الاكستريم ستريس زي ما كنا بنعملها في الكولد فورمت بالظبط، معانا اللي فوق قد ايه واللي تحت قد ايه؟ لو وصلت ما بينهم تشوف النقطه اللي تقاطع في الزيرو، يبقى الارتفاع دوت هو ده الدي كومبريشن عندنا. اطرح منه بس تخانه الفلانج، لان هو عايز بتاع الويب، هو اسمه ويب ملوش دعوه بالفلانج. هتلاقي ده هتحصل على نفس الرقم اللي الدكتور جابه من هنا، تمام. طيب خلاص احسب بقى، خلاص الكي اس الكلام ده انتوا بتعرفوا تحسبوه، طلعت ان هي 8.8 اعلى من الاف فيلد، خلاص ما فيش كده ايه ريكوايرد تشيك عندنا، بدل ان الاستريس معدي الاف فيلد. طبعا حسب هنا الار بي جي طلع برضو واحد، لان احنا هنحافظ على نفس الليمتس في الشويس اوف سيكشن، فهتلاقوا على طول زي ما انتم متعودين ان هو بيطلع معانا ايه بواحد. هنا بقى بدا بقى التشيك زياده، ده ليه بقى التشيك اللي هي اف يو جي ده؟ عشان هو انشورد. احنا قلنا في حاله الانشورد في مرحله من المراحل بيكون لسه البلاطه الخرسانه ما مسكتش نفسها، فما نقدرش تقول ان هي منع اللاترال تورشن باكلينج، فعشان كده هو هيعمل التشيك على المرحله دي. فهو حسب بقى اللاندا اف وكارن طلع للاسف في ريدكشن، وحسب اف ان سي 1 طريق اللاترال تورشن باكلينج نفس الحسابات هياخد ان سي. بعد هنا طول ال المسافه ما بين، طبعا مش هناخدها ال 40 متر، لان انت لو خدتها ال 40 متر الكوبري هيطلع انصيف اكيد، يعني احنا اكيد الراجل هو مركب الكاميرات المين جردر دي هيركب اكيد على طول بعد كروس جردر، فاحنا هنعتقد لحد ما تيجي البلاطه بتاعتنا وتمسك نفسها وتبتدي تبقى هي السبورت للكلام ده، تمام. او ساعات لو هو لقوا الدنيا صعبه بيعملوا تمبرري بريسنج، يعني انت ممكن تلاقيه حاطط تمبرري بريسنج كده بس ساعه التنفيذ لحد ما الكوبري يتصب البلاطه، بحيث ان هو يبقى ممكن يكون اللاترال تورشن كريتيكال جدا وخايف يحصل اي مشكله، فتلاقيه حاطط تمبرري بريسنج كده فوق عند الفلانج علشان تمسك له اكتر ال بي، لانه ممكن يلاقي ال بي برده ال 6 متر دي على فكره، يعني الرقم ده مش صغير، فممكن تلاقيه محتاج برده سبورت، فممكن يبتدي يحط حاجه زي بريسنج كمان يقسم الطول ده، تمام. فخلاص حسب ال بي بتاعته والكلام ده طلع ان الاف ان سي بتاعتك بكذا والاف ان سي الواحده بكذا. هنشتغل على مين؟ هنشتغل على الاقل ما بين القيمتين. طيب لو انتوا خدتوا بالكم هنا جاب اف ان سي 1 و2، طيب خلاص هنشتغل على الكريتيكال. الكريتيكال اللي هي طلعت اللي هي 0.93 ديت في 3.6 هي المينيموم، انا حاسس مع ان انا حاسس الثانيه هي الكريتيكال، يعني غالبا هي هنا في غلطه، يعني هنا 0.939 اف فيلد دي، يبقى ده اللي هو دي ده اللي هو الاقل، يبقى معلش ااا
النت اتفصل، معلش رجعنا تاني كده. الناس سامعاني صح ولا في مشكلة؟ والشير شغال مظبوط يا شانسين ولا في مشكلة؟ السلام عليكم، ازيك يا شمسين؟ كده الصوت رجع ولا الدنيا فيها مشكلة لسه عندي؟ لا رجع كده. تمام ماشي. كنا بنتكلم هنا ان في غلطة في المحاضرة للأسف، ان الأقل ما بين الرقمين دول هو الـ 0.887، فخلاص هنا هنشتغل المفروض بس دوت وانتوا شغالين يعتبروا ان هو الـ 0.887. طب هنقارن بقى ده بكام؟ بأني ستريس، بالستريس بس اللي هو ساعة المرحلة ديت، يعني ما حدش يجمع بقى الديد واللايف والكلام، لا ده هو المرحلة ديت ما فيش الا ديد واحد واللي بيقاومها هو الستيل، فهتلاقينا قسمنا الديد على اللاي الاس بتاعت الستيل وطلع 1.26، طبعا طلع فرق كبير ما فيش خوف في المرحلة دي، ويطلع الكاميرا بتاعتنا سيف. فخلي بالكم ان الناس اللي عندها الكوبري انشورد او لو جه في الفاينل انشورد، ان انت عندك مرحلة زيادة، انت هتشيك في الفاينل وهتشيك برضو في مرحلة الديورينج كونستراكشن. تمام طيب بعد كده خلاص التشيك فاتيج بقى خلاص احسبوا المومنت، يمكن دي ما فيهاش مشكله خالص، وحسب المومنت عند النقطه بتاعت الماكسيمم مومنت وجاب اللندا. المهم وانت بتقسم بقى نخلي بالنا مين هنقسم على اني اس، هنقسم على اولا الفاتيج دوت جاي من اللايف لود، يبقى اللايف لود دوت لما بنيجي نتعامل معاه بنتعامل معاه كومبوزيت. تاني حاجه اني كومبوزيت اللي هو الان مش الثلاثه الان، فهو قسم على اني اس لور بتاعت الستيل بتاعت الشورت تيرم مش بتاعت اللونج تيرم، وطلعت سيف ما فيهاش اي ايه مشكله. تمام الشير ستريس زي ما قلنا عادي، ده مش هيفرق حاجه خالص عن الكوبري البليك جيردر، نفس المعادلات نفس كل حاجه. المهم بس تخلي بالك ان الاتش ويب بتاعت القطاع ده الايه هي المسافه ما بين الفيرتيكال ستيفنرز، نفس كل حاجه ما فيش اي فروقات. تمام الديفليكشن طبعا زي ما احنا متفقين ان هو ديو تو لايف لود اونلي، فهتلاقينا لما نيجي نقسم تحت برضه هنا او انت هتتلخبط، تيجي تبقى قاسم على ان انرشيا، ده انا حسبت انرشيات كتيره. اللايف لود بيتقسم على الانرشيا بتاعت الكومبوزيت لان بيبقى الكومبوزيت اشتغل في المرحله دي. تاني حاجه بنقسم على الشورت تيرم لان خلاص الكريب ما بيتاخدش في الحاجات اللي هي اللحظيه، بتتاخد في الحاجات اللي هي حملها ثابت زي الديد ايه لود. وبعد كده طبعا الديزاين فيلت ويلد، الفيلت ويلد برضه نفس الكلام. هنا يمكن هتلخبط شويه، هتيجي تقول لي يا باشمهندس طب انا هقسم على اني اي، الاي ديت بتاعت الكومبوزيت بتاعت الان ولا ثلاثه الان؟ هتيجي تقول لي يا باشمهندس اصل الشير ده، الشير بتاعنا ده داخل فيه الحاجتين، داخل فيه الديد وداخل فيه ايه اللايف. فهنا هتلاقي مثلا في المحاضره الدكتور فور ابروكسيميشن يعني خد قسم على الاي بتاعت الكومبوزيت بتاعت الشورت تيرم، بس المفروض لو انت عايز تعملها اكزاكت ممكن تقسم الشير بتاع الديد على الاي بتاعته واللايف تقسمه على الاي بتاعت الان، والتاني تقسمه على الاي بتاعت الثلاثه الان، وتجمعهم في الاخر مع بعض في وان بارت يعني تقسم الفورم القانون ده الاثنين، ان هو حاجه زائد حاجه. تمام او ممكن خلاص بدل سمبليفايد ممكن نعدي وتشتغل على الكيس اللي هو الدكتور شايفها اللي هي نشتغلها بان، وحتى هو حتى بص قاسمين الان هنا هواخد الان بكام؟ ب 8. طبعا هنا نخلي بالنا بقى في نقل محاور، يعني احنا عندنا القطاع كده واحنا بنصمم اني لحام، بنصمم اللحام اللي رابط الفلانج مع الويب اللي هم دول. تمام فطبعا اللحام ده لما يفك هي الفلانجه كلها هتفك والبلاطه الخرسانه كلها هتبقى طايره، فعشان كده هتلاقوا الترم بتاع الاس اللي هو اللي عندنا هنا اللي هو نقل المحاور عباره عن تو ترم. ليه؟ اول ترم ده بيعبر عن الخرسانه اللي هو 250 في 22 في 2 الرقم ده زائد 60 على 8 علشان يحول الخرسانه كلها لستيل، انت عشان هنا شغالين ستيل لازم على طول تقسم على المودولار ريشيو زي ما احنا اتفقنا. زائد ايه بقى؟ زائد الترم بتاع الستيل، فلانجه الستيل اللي هي 60 في 3 في نقل المحاور عن السي جي، يعني اللي دوت هتشوف السي جي بتاعه والتاني دوت هتشوف السي جي بتاعه، فهو تو ترم. الاس هنا، الاس هنا هو عباره عن الترم بتاع الخرسانه زائد الترم بتاع الستيل. تمام ماشي. يبقى هنا هنطلع عادي طول اللحام، وزي ما قلنا ان المينيمم عندنا
6 مللي، لو طلع اقل خلاص ساعات، حتى كنا بنقول ساعات 4 مللي ما فرقتش، يعني انت ممكن تشتغل بال6 يبقى في السيف سايد على طول. ده لو هو كده المسألة ايه انشورد. شفت الموضوع مش صعب، يعني هو اللي تشيك هو هو بليد جيردر، بس الفكرة كلها ايه، انك توصل للمرحلة بتاعة تجميعة الاس اكس. انت لو عرفت تعدي المرحلة دي على خير وطلعت الارقام صح، تأكد ان المسألة ديت ما فيهاش اي مشكلة تاني غير. طيب لو هو طلبها شورد الدكتور حلها تاني، هتلاقي بقى عمل ايه المرة دي، قسم بقى الديد، وقسم الديد دوت الاثنين على الكومبوزيت. مش هتلاقي هنا بقى ستيل، يعني حتى لو انت في الامتحان في الشورد انت مش محتاج تحسب البروس بتاعت القطاع الستيل لوحده، لان هنا انت مش هتستفاد بيه بحاجه، بس انت برضو انت بيفضل تحسبه لوحده، لان انت برضو عن طريقه بتسهل لك البروس في اريا في الحاجات التانية. فانت هنا هتبقى بتستعمله، بس ما تقعدش بقى تتعب نفسك تحسب اس بتاعت الابر كام والاس بتاعت اللور كام والكلام ده، مش هتحتاجهم في الستيل لوحده، لان الشور ده هو كومبوزيت على طول، فواحد والديد اتنين قسمهم على الكومبوزيت، بس كتب جنبهم ايه لونج تيرم. ليه؟ عشان ده ديد. طيب اللايف، لا اللايف هيبقى رقم مختلف، عشان كده حتى تلاقوا بص الرقم ده غير الرقم ده، تمام؟ ده شورت تيرم. وقارن برضه الفاي في الاف يلد في الار بي جي. التنشن برضه ما ننساش ان المفروض في تلت الاف ال، بس فور ابسميشن ممكن نعدي الحاجه ديت، تمام؟ بعد كده عملنا ايه؟ عملنا التنشن. التنشن نفس الكلام، هتلاقي الديد لونج تيرم، الايه اللايف شورت تيرم عندنا بالشكل اللي انتوا شايفينه حاليا، تمام؟ اخر حاجه عندنا هنا بس، ودي ما حبيتش الخبطكم فيها، في حاله الكونكريت بقى، في حاله الشورد سيستم. يعني انتوا خلي بالكم هنا بقى، بصوا هنا كده التشيك ده بالذات، ده الحاجه الوحيده اللي هيظهر فيها ان الديد، يعني في الانشورد على طول هتخلي الديد على 3 ان، زي ما احنا اتفقنا في الكونكريت واتفقنا في الستيل. في الشورد سيستم عندنا هنا برضو نفس الكلام، اي ديد هيتقسم على اللونج تيرم. الحاجه الوحيده بس اللي هتتقسم على الشورت تيرم الوحيد، المره الكيس الوحيده اللي هيحصل فيها ديد لود على الشورت تيرم، هي الكيس بتاعت الشورد عندنا هنا. هتيجوا هنا بصوا تلاقوا الديد مقسوم على الشورت تيرم، والديد هنا مقسوم على الشورت تيرم، واللايف برضو مقسوم على الشورت تيرم، كلهم كونكريت في الاخر، حتى هنا ضرب واحد على ان واحد على ان. طب ليه الكلام ده؟ لان هو ليها علاقه بالكونستراكشن، ان احنا عندنا ان المرحله ديت ان الخرسانه، انت لما تيجي تصب يعني، ان الراجل مش هيشيل الشده بتاعته الا لما يكون الخرسانه كلها بقت والستيل شغالين از وان بارت. فطبعا التمبري سبورتس اللي بتبقى محطوطه تحت السيستم دوت بتخلي ان الخرسانه بتاعتك الى حد ما انت عملت لها بري ستريس، يعني عكست المومنت بتاعها. هي المفروض الخرسانه ديت هي مصممينها ان هي سيمبل بيم، لا هي في المرحله بتاعت التمبري سبورت ديت هتلاقي بقت از بيم از ايه كونتينوس بيم، ففي مومنت فوق وتحت، وبعد ما تشيل الشده الخرسانه تلاقي ان الاسترس اختلف عندها، بقى كله ايه بيور تنشن. فالحاجه ديت بتحسن من الخرسانه اكتر، تخلي موضوع الكريب دوت يختفي فيها، فبنضعفش الخرسانه ذات نفسها. يعني الخرسانه كده كده مع الاستيل هنضعفها، امال هي مع نفسها خلاص تاثير الكريب دوت مش هياثر عليها، لان حركه التمبري سبورت ديت هيعكس المومنت فيعمل لها حاجه زي البري ستريس، فكره البري ستريس كونكريت، تمام؟ فعشان كده ما تخلي بالك في الشورد سيستم ان انت عندك الخرسانه كلها بتبقى شورت تيرم، حتى الديد مع اللايف. اي حاجه تانية الديد بيبقى لونج تيرم واللايف شورت تيرم، تمام؟ فدي سبيشال كيس نتيجه الكونستراكشن كيس اللي حصلت عندنا، تمام؟ طيب بعد كده خلاص بقى الويب اندنج ده زي ما اتفقنا، خلي بالك بس جيب السي جي الجديد فين، واطرح منه تخانه الفلانج، وجيب الرقم ده لان الرقم دوت مش هو نص التخانه، مش نص الدبس بتاعت الفلانج الويب بتاعك، وهحسب الار بي جي وكده. طبعا هنا بص خلي بالك جه قال لك ايه؟ قال لك ان التشيك بتاع اللوكال وال تي بي مش هيحصل، لان الكوبري دوت مش هيحس بالمرحله دي، فهو نوت كريتيكال هنا. طبعا الفاتيج بقى والشير والديفليكشن طبعا ايه؟ هتكملهم عادي، مفيش فرق اصلا ما بينه والكوبري الشور ده، تمام؟ لان ده الستيل هو اللي شايله لوحده. فدوت كده كان الجزئيه بتاعت الكومبوزيت سيكشن، وازاي اصمم كاميرا بطريقه الكومبوزيت. زي ما انتم شايفين الدرس مش صعب، يعني الحاجات لحد ما سهله، هو نفس كل حاجه عملناها في البليك جيردر، بس للاسف اللي التشيك بتاع الفليكشر اختلف، مش الالابل هو اللي اختلف، لا اللي اختلف هو ازاي اعمل التشيك على المراحل المختلفه، وازاي ادخل الخرسانه. يمكن اول مره
نتعامل ان الستيل معاه اليمنت شايل معاه، فكان لازم نشوف ازاي نحول الخرسانه دي لستيل ونعرف نتعامل في الاخر مع الاثنين از وان بارت. فهي الفكره كلها حساب الانيرشيا والكلام ده. الطريقه اللي احنا شرحناها دي طريقه اسمها الالاستيك. يعني خلي بالك برضو الديزاين بتاعنا في طريقتين، يعني احنا لو رجعنا بقى للشرح بتاع المحاضره، في طريقه اسمها الالاستيك ديزاين اللي احنا شرحناها، ان احنا الحاجه ما بتعديش الاف فيلد وبتبقى فاي في اف فيلد. في مرحله تانية اسمها البلاستيك اللي هي البلاستيك كومبوزيت مومنت. دي طريقه ودي طريقه، دي طريقه ديزاين مختلفه عن دي طريقه ديزاين اللي احنا شرحناها ديت. شرحنا الطريقه العاديه اللي هي الالاستيك، اللي هي ايه، ان بيبقى عندك الخط لينير ما بين التنشن والكومبريشن، مفيش اي ايه بلاستيك ديفورميشن خالص في القطاع بتاعنا.